مشاهدين القناة الرياضية مساكم الله بالخير وحياكم الله في هذه التغطية الخاصة بختام منافسات الجولة 17 لدوري زينة الممتاز. هذه الجولة اللي من الممكن أن تحسم الكثير من الأمور. يوم أمس حسم القادسية وكاظمة وصولهم إلى دور الستة وراح يكونون إن شاء الله من ضمن التوب 6. اليوم من الممكن أن ينتهون الفرق الستة بحسم آخر بطاقتين مؤهلتين إلى هذا الدور. من الممكن أن يتأجل هذا الحسم إلى الجولة القادمة وهي الجولة الأخيرة من القسم الثاني. عموما نتمنى نستمتع وياكم في مواجهتين اليوم، مواجهتين ختام هذه الجولة اللي راح رافقني فيهم الكابتن فهد الأنصاري والكابتن محمد الفيلشاوي. خلوني أذكر قبل لا أرحب بزملائي بنتائج مباريات الأمس وأول أمس. البداية كانت أول أمس في افتتاح هذه الجولة بفوز الفحيحيل على الساحل بثلاث أهداف مقابل هدفين. القادسية مثل ما قلنا ضمن اللعب مع الستة الكبار بعد فوز الكبير على التضامن بخماسية دون رد. كاظمة في قمة هذه الجولة أطاح بالعربي بهدفين دون رد وأيضا ضمن اللعب مع التوب 6. اليوم إن شاء الله تختتم منافسات هذه الجولة بلقاءين، اللقاء الأول يجمع السالمية والجهراء وفي اللقاء الثاني يستضيف الكويت فريق النصر. قبل لا نبدي بالحديث الفني عن مواجهتين اليوم خلوني أرحب بزملائي في الاستديو التحليلي الكابتن فهد الأنصاري. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور دكتور والسادة المشاهدين، وإن شاء الله أنها تكون اليوم مباريات نستمتع فيها ويستمتع فيها كل المشاهد باذن الله. مساك الله بالخير. مساء النور دكتور، مساء عليكم، مساء على زميلنا الكابتن فهد الانصاري، وان شاء الله اليوم المباراه تكون على قدر الحدث وقدر المنافسه الشرسه اللي قاعده تصير في نهايه الامتار الاخيره في الدوري. حدث مهم ومرحله حساسه ومرحله مفصليه لعدد كبير من الفرق، لكن قبل لا نتكلم عن الحكي الفني الخاص بمباراتين اليوم، فهد خلني أرجع وياك على الأحاديث اللي كانت خلال الأسبوع الماضي. بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بعض الصحف ذكرت بإمكانية انتقال لاعبين من فرق لفرق في الموسم القادم. مثل هذه الأمور في المراحل الحاسمة إيش كثر ممكن تأثر على الفريق؟ إذا بنستثني الحديث عن الأسماء لأن احنا جهة رسمية وماكو شيء رسمي لحد الآن، لكن هذه الأمور ممكن تأثر على اللاعبين في هذه المرحلة؟ بالنسبة لي هذا دافع إيجابي سواء للاعب وللنادي. للنادي أنه لازم يعرف أن اللاعب ما راح يدوم له بناء على العقد، وللاعب أنه يبي يثبت نفسه ويكون طموحه أعلى من الفريق اللي هو متواجد فيه، إن كان طموحه يلعب في دوري خارج الكويت أو يمثل فريق داخل الكويت لكن أفضل من فريقه. فمن جميع النواحي هي نقطة إيجابية حتى للمشاهد وللجمهور يستمتع في مثل هذه الأحداث اللي تصير، وده يشوف أبرز اللاعبين في فريقه. وتدري أنت الجماهير الرياضية كل يتمنون أن يكون أبرز اللاعبين موجودين في فرقهم، فأتوقع نقطة إيجابية هذه للجميع. هذا بالنسبة للاعبين. محمد، بالنسبة للأجهزة الفنية الأجهزة الإدارية أكيد لهم دور أن يهيئون اللاعبين للتعامل مع مثل هذه الأمور، خصوصاً اللاعبين المحليين. كل لاعب المحترف متعود على هذه الأمور، لكن اللاعب المحلي وإذا كان صغير بالسن ممكن يأثر عليها الشيء. طبعا شوف، احنا دائما في قبل نهاية أي موسم حتى على مستوى العالم تطلع مثل هذه الأخبار، يعني هل هذه الأخبار صادقة، إشاعات، أخبار فعلا صحيحة، بس إثارتها بشكل يعني أكثر من اللازم يأثر على الجانب الفني. أكيد يأثر على اللاعب ذهنيا، يأثر على حتى التشتيت الذهني بالنسبة للاعبين. هذا مؤثر سواء سلبي أو إيجابي لا تأثير. فأنا يعني أنصح اللاعبين بالاحترافية أكثر، احترافية يعني لا تأثر في موضوع الأخبار، حتى موضوع التصريحات اللي تطلع بعد المباريات إن تسأل راح يعني بهذه الأخبار اللي تطلع. دائما خليك محترف في عملية التصريح، يعني دائما خل عندك احترافية في شلون الكلمة تطلع منك. هذه من الشغلات اللي ممكن التصريح يسوي ضغط على اللاعب في ممكن يسوي له ضغط إذا صرح بالإيجاب أو بالسلب.
خل الكره بملعب النادي، يعني خلها ان انا للحين انا مثلا عندي عقد، انا الحين عقدي ما انتهى، خل الموضوع عايم، ولا تطلع انت في مواقع التواصل الاجتماعي يعني تبين هذا الامر، سواء انت كنت لاعب محلي او لاعب محترف، لانه راح ياثر عليك بشكل سلبي. جميل، واضحه النقطه. اذا بنروح لمباريات يوم امس، في البدايه القادسيه حسم وصوله الى دور السته، هذا الشيء كان متوقع برغم الظروف اللي مر فيها نادي القادسيه، لكن فوز امس فوز كبير ومريح على فريق التضامن فهد. القادسيه من فتره يقدم مستوى مميز، حتى لو لم تكن تخدم النتائج، مثلا في مباراه الكويت كان يطمح لثلاث نقاط ولكن تعادل، لكن قدم مباراه نوعا ما ممتازه عن بقيه المباريات. نادي القادسيه بالنسبه لي الامر المهم انه عرف وحس بالمسؤوليه وشعر بمسؤوليه عدم خساره اي نقطه من بعد مباراه الكويت، والدليل تركيز اللاعبين من بدايه المباراه من اول دقيقه. فاعتقد ان تركيز اللاعبين واخذ دور الاهميه في هذه المباريات هذا كان واضح على الفريق وحتى الجهاز الفني. هذا بالنسبه للقادسيه. بالنسبه للتضامن، توقعنا كمتابعين محمد ان بعد قرار الاتحاد بقلب نتيجه مباراه الجهره واضافه نقطتين الى رصيده تكون دافع للفريق في المواجهه القادمه، لكن اللي صار ب 90 دقيقه ما بين هالشيء. صحيح دكتور، يعني انا علامه استفهام كبير على مستوى نادي التضامن. اليوم انت لابد انك تدخل مباراه مثل هذه، مباراه ضد نادي القادسيه، لازم تدخل في تركيز اعلى من كذي. يعني امس على مستوى التنظيم الدفاعي كان في اخطاء كثيره بالنسبه لنادي التضامن، بالاضافه الى التشتت الذهني بالنسبه للاعبين نادي التضامن. اليوم انا بوضع لابد اني انا ما اخسر ولا نقطه في هذه الوضعيه، كان الفريق قاعد يعطيك ايحاء اني انا خلاص استسلمت للامر الواقع، وكاني انا راح العب بدوري الهبوط مع الاربعه وحلها الف حلال. هذا اللي انا يعني استشفيته من مستوى نادي التضامن بالامس. التضامن كان يقدم مستويات جدا ممتازه من قبل مباراتهم مع النصر الاولى اللي فاز فيها اربعه، فهذه المباراه من بعدها بدا مستوى نادي التضامن بتصاعد وبتصاعد ممتاز. متى حاش الدروب؟ بعد مباراه نادي العربي الخمسه، هني بدا ينزل المستوى وبدا يتلقى اهداف بشكل كبير، كان محافظ على مرماه في الشوط الثاني بهدف واحد. اليوم بدا تشتت يعني ذهني عالي جدا بالنسبه لنادي التضامن، كانه قلت لك استسلم للامر الواقع. هذا بالنسبه لمباراه القادسيه والتضامن. بالنسبه للمباراه الاخرى وقمه هذه الجوله اللي جمعت كاظمه والعربي، مباراه مهمه كانت للفريقين، قدر كاظمه أن يحسم تأهله بتألق شبيب الخالدي في هذه المباراة. دكتور بعد إذنك، قبل أدخل على مباراة كاظمة، أول شيء صراحة حي فكرة الاتحاد الكويتي أنه خلى الست فرق تلعب وتتنافس، وهذا أعطى إثارة وقوة للدوري. الغريب في الموضوع نفس ما قال محمد، نادي تضامن ما خلنا هو شنو يبي. كل الفرق اشتغلت في الشتوية حاولت تعدل وضع الفريق لنادي تضامن، يحسسك ان مع اثاره الدوري وعمل باقي الفرق ان نادي تضامن ما عنده اي مشكله اهبط او اقعد. يعني اذا في خصوصا انه مر بهالمرحله في الموسم اللي طاف، كان قريب من الهبوط، كان في ظل المفترض ان تكون دافع. صحيح صحيح، في ظل هذا الوضع اللي الناس قاعده تعمل وتجتهد للتقدم انها تكون موجوده من ستة الكبار، وضع التضامن كما هو فعلامة استفهام كبيرة، واحنا هذا دورنا انه يجب لان شيء قاعد نشوفه غريب في الامر. الحين نروح على مباراة العربي وكاظمة. كاظمة صراحة قدم مستوى ممتاز وكان واقعي جدا في الملعب، ما كان يضغط في مناطق عالية طول الوقت ولا كان يدافع طول الوقت، كان متنوع بالاسلوب، وهذا يمكن شكل صعوبة على النادي العربي. ما عرف يتعامل مع فريق كاظمة ولا عرف يطلع نادي كاظمة لمناطقه. اذا بتكلم عن شبيب الخالدي، فعلا هو نقطه او هو قوه فنيه وقيمه فنيه كبيره لفريق كاظمة، ومن الخساره، هذه رساله يمكن لمجلس اداره كاظمة، من الخساره اذا كنا نشوف شبيب الخالدي يخرج
من نادي كاظمة، ومن يعني صراحة خسارة ما حافظ على نجم الفريق. فعلا نجم الفريق ما تنقال فقط كلمة، أنا أتكلم على إمكانيات وعمل مؤثر في المباراة. ففعلا هو المهاجم الأول بالنسبة لي في الكويت. هذا بالنسبة لنادي كاظمة. بالنسبة للشبيب بس بتكلم عن شبيب جزئية بشكل سريع، عشان بشكل سريع بالنسبة للشبيب، أنا أحيي إدارة نادي كاظمة بالتعامل مع مع شبيب الخالدي ما بعد المباراة السابقة اللي هي 1-0 مع الكويت، خصوصا الحادثة اللي صارت والتعامل الاحترافي والأبوي ومن شخصية كبيرة سيد يوسف. إدارة نادي كاظمة احنا ترى في هذا المكان يمكن انتقدنا الجانب الإداري، لا اليوم نشيد في الجانب الإداري بالتعامل مع شبيب الخالدي. هذا التعامل والاحترافية في العمل، صارت في احترافية في التعامل وطلع اللاعب بإمكانياته العالية. وزن العربي بالنسبة للنادي العربي ما خسر المباراة فقط بهدفين، العربي ما قدم مستوى في هذه المباراة، ما قدم مستوى، يعني أنا هذه علامة استفهام كبيرة بالنسبة للنادي العربي. كأن النادي العربي أعطاني إيحاء أنه قاعد يفكر بالقادسية ولا قاعد يفكر في مباراة كاظمة، يعني مش مباراة ما بعد مباراة. اليوم احنا نتكلم عن فريق المفروض منافس على الدوري، وكأنه والمفروض ضامن المباراة تعثر الكويت في الجولة اللي طافت، وكأنه ضامن المباراة، وأنا هذه ثلاث نقاط ضامنها وبتعادل مع نادي الكويت وبسوي الضغط عليه، فهذا الأمر لابد أنه يرتب أوراق. خلنا نروح التغرير عشان يمدينا الحق المباراة الأخرى. مشاهدين الكرام نفتح صفحة مواجهات اليوم، البداية في مواجهة السالمية والجهراء، نشوف التغرير. يستضيف فريق نادي السالمية ضيفه الجهراء في لقاء ضمن مباريات الجولة 17 من دوري زين الممتاز لكرة القدم، ويسعى صاحب الضيافة لبذل كل ما بوسعه لحصد النقاط الثلاثة بهذا المساء. وبالرغم من حجز السماوي للمركز السابع على جدول الترتيب بعد انقضاء الجولة الماضية، إلا أن الفرصة لا تزال قائمة إذا ما استطاع الفريق استغلال المباريات المتبقية وضمان نقاطها لصالحه. ومع تواجد الوطني المدرب محمد المشعان خلفا للجنرال محمد إبراهيم، فقد استطاع السالمية تحقيق انتصار بأول مباراة تحت قيادة مدربه الجديد أمام النصر، ويأمل مناصري الفريق تكرار ذلك بهذا المساء أيضا. فيما يدخل الفريق الضيف بحال ليس أفضل من حال مستضيفه كثيرا، إذ خسر الجهراء نقاطا لم تكن بالحسبان، كان مطلعها ضياع نقطتين جراء تعادله أمام الساحل بالأسبوع الماضي، ولحقها بعد ذلك قرار إدارة المسابقات بالاتحاد الكويتي لكرة القدم باعتباره خاسرا أمام التضامن بالجولة 12 إثر مخالفته إحدى اللوائح. ولعل التحضير الذهني للاعبين سيكون الأولوية إذا ما أراد الفريق استعادة ثقته التي تجعله يقاسم السالمية ترشيحات الفوز. لقاء صعب على الفريقين، فهل لا يعوض الضيوف نزيف النقاط أم ستكون للسالمية كلمة الفصل؟ إذا مواجهة السالمية والجهراء مواجهة مهمة للفريقين، مواجهة راح تغير بترتيب الفريقين، في حال فريق فاز من الممكن أن يطلع الفريق الثاني من المنافسة على اللعب مع الستة الكبار. فهد، السالمية في هذه المواجهة هي الثانية للدكتور محمد المشعان، ظهور أول مميز في الجولة اللي طافت وقدر يفوز بنتيجة مريحة 3-0، اليوم مواجهة الثانية أمام الجهراء، استعدادات السالمية قبل هذه المباراة شلون تشوفها؟ من الصعب أن نقول عن هذه المباراة هي مباراة سهلة للسالمية، وهذا كلام الدكتور أحمد المشعان نفسه في المؤتمر الصحفي اللي ظهر فيه في المباراة السابقة، وقال أنا قلت للاعبين الواقع اللي احنا نعيشه ممكن ما ندش من ستة. صح. وفعلا دخول السالمية ستة أمر صعب حتى مع الفوز في الست نقاط القادمة، ايضا ينتظر نتائج الفرق الاخرى، ولكن نتكلم الان على المستوى الفني اللي قدمه نادي السالميه في المباراه السابقه. مباراه السالميه او فريق السالميه في المباراه السابقه شكل خطوره كبيره، عرف ان 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 نادي السالميه لابد انه يلعب ضحي، يمكن في لاعب وسط وخلى اللعب دائما يكون على الطرف، واستغل قوه جمعه سعيد في البوكس، وعرف ايضا ان كارلوس مميز في المساحة
افضل من وجود كارلس على الطرف، لان كارلس يمكن دائما احنا نشوفه محمد مو من نوعيه، مو من اسم بارك الفليني، صحيح، مو مثلا عيد الرشيدي اللي ممكن انه يروح لك واحد على واحد، يبي مساحه، يبي الكره خلف المدافعين. فاتوقع عرف شلون يستفيد من محمد توظيف الدكتور محمد مشعل لكارلس، وعمل انه هو مهاجم ثاني ويستغل الكرات بالذات الطويله من لاعبين النص او لاعبين الاجنحه في العرضيات، اعتقد هذا افضل استغلال لوجود كارلوس. اكيد على كلام فهد، كارلوس قدر يسجل الهدف الثالث في هذه المباراه. مشاهدينا الكرام، خلوني انتقل للسالميه وتحديدا استاذ ثامر، ورساله هناك من ارضيه الملعب مع الزميل مشعل جوهر، تفضل يا مشعل. شكرا للزميل الدكتور عبد الله الانصاري واضيف محللين داخل الاستديو، معي على الطرف الاول سالم الحميدي منسق اعلامي نادي الجهره، والطرف الثاني يوسف الجاسم اداري نادي السالميه من ملعب ثامر نادي السالميه. كابتن ضيف انت على نادي السالميه، لكن الجهره راحت منه النقطه والمركز الخامس، يطمح اليوم انه ياخذ المباراه لكي يعزز مكانه ويقعد ويا السته اللي فوق. جاهزية فريق نادي الجهرة وهل في غيابات كابتن سالم؟ أول شيء السلام عليكم، أحييكم وأحيي الأخوان في الاستديو والأخ الأنصاري. طبعا النقطة اللي راحت هذه سواء كانت خطأ إداري أو اللي هو، اليوم احنا ما نفكر فيها، احنا نفكر عندنا مبارتين ست نقاط هي كفيلة في أن تصعدنا إلى الستة الكبار. واليوم الجهرة بأكمل استعدادها رغم النقص اللي عندنا اللي هو رودريجو البرازيلي المحترف والمحترف عمر التونسي وبدر صالح، هذول لا شك انهم مؤثرين واساسيين في الفريق، ولكن هذا ليس بعذر الجهره بمن حضر. اليوم الكره عند اقدام اللاعبين، اذا ارادوا الثلاث نقاط عليهم القتال داخل ارض الملعب. لا شك ان الخصم ليس بسهل، نادي السالميه صحيح انه حصل له دروبات وصحيح، ولكن نادي السالميه يعتبر من افضل الفرق في الكويت، وهذا لا شك انه يعني من افضل المحترفين عنده، ولكن اليوم احنا ان شاء الله جايين وعيننا على الثلاث نقاط والله يوفق الجميع. منسق السالمية، منسق نادي الجهرة، نروح حق إداري نادي السالمية يوسف. يعني ما شاء الله، يعني أبو عبد الله قال نادي السالمية ما هو سهل، يعني السالمية مركز السابع، شنو محضر حق المركز الخامس؟ يعني السالمية اليوم عنده غيابات، هل هو جاهز ذهنيا جسديا حق مباراة الجهرة؟ أول شيء أمسي عليك وعلى الأخوان في الاستديو. مباراة اليوم مباراة صعبة، أشبه مثل الخروج المغلوب، خصوصا الفريقين ما راح يرضون بالنقطة، كان اللعبة الأخيرة مع نادي الكويت، فمباراة هذه تهمنا بحصول على ثلاث نقاط. عندنا بعض الغيابات، لكن من بعد مباراة النصر ركزنا على هذه المباراة. الكابتن محمد المشعان اختار التشكيلة اللي إن شاء الله راح يكون بادي فيها، وراح تكون مباراة صعبة بس إن شاء الله تكون مباراة للسالمية. غيابات عندنا بعض الغيابات، محمد الهويدي، حمد قلاف، بدر جمال، طبعا في منهم الإيقافات وفي الإصابة، وان شاء الله الباقي في يوم الخير يا رب. زميلي عبد الله الانصاري دكتور، يعني ما شاء الله الفريقين الخامس والسابع، وان شاء الله نشوف مباراه ممتعه. الصوت والصوره لك. شكرا للزميل مشعل الجوهر، شكر موصول لضيوفك الكرام. محمد برجع لك ايضا مع السالميه، يعني لو نرجع للمؤتمر الصحفي الخاص بالدكتور محمد المشعان بعد نهايه المباراه السابقه امام النصر، ذكر بان انا اكثر شخص أعرف نقاط القوة ونقاط الضعف بالنسبة لنادي النصر. محمد المشعان سبق وأن درب فريق الجهرة وأيضا يعرف نقاط القوة ونقاط الضعف بالنسبة لفريق الجهرة، هالشيء ممكن يساعد فريق السالمية؟ واجههم أكثر من مرة مع النصر بس تغير، يعني من ودربهم بس فترة محمد المشعان مع الجهرة تغيرت الأمور. أتكلم عن المواجهات، في بعض اللاعبين كانوا المواجهات تغيرت الأمور بالنسبة لنادي الجهرة، بس يعني عارف الدوري، يعني ما هو بعيد فترة طويلة عن دورينا، بالإضافة أنه عارف إمكانيات اللاعبين. اليوم لما يغيب حمد القلاف يدري أن فهد مرزوقي ممكن يلعب كظهير، إذا غاب محمد الهويدي ممكن يوظف سانك بير أو فواز العتيبي في وسط الملعب. فهذه الغيابات عارف ان في لاعبين ممكن يفيدون الفريق في اي مركز كان. بضيف على موضوع التوظيف في كارلوس اللي انا اشيد فيه بشكل كبير، كارلوس اليوم قدم مستوى ممتاز بالمباراه الماضيه لان الادوار التكتيكيه تغيرت. اليوم لما نلعب كارلوس او جمعه، لان جمعه اذا صار راس حربه دائما ينزل في عمق الملعب ويعمل لي فراغ كبير في البوكس. اليوم
السويتشنج اللي يصير بين جمعه وبين كارلوس يعطيني حل في 18. لما ينزل كارلوس جمعه مستحيل انه ينزل، لان انا اعرف تماما ان الانضباط العالي من الجهاز الفني كدكتور محمد المشعان ما راح يرفض تماما هذا النزول. فشفنا جمعه سعيد في المباراه الماضيه كان منضبط تكتيكيا بشكل عالي. جميل. بالنسبه لتشكيله الدكتور محمد المشعان فهد اذا كانت جاهزه عندك. دكتور محمد مشعان راح يلعب تقريبا بخط دفاع مشابه او نفس المباراه السابقه، علي نادر، ليما، فهد المجمد وفهد مرزوق كظهير ايسر، في حراس المرمى طبعا عبد الرحمن الفضلي، في خط النص اليوم دش فواز عايض اللي كان موجود مكانه محمد الهويدي في المباراه السابقه مع سانكبير، وعودي الصيفي ومبارك فنيني، جمعه سعيد وكارلوس في خط الهجوم. بالنسبه للغيابات، في عده غيابات بالنسبه لنادي السالميه خصوصا على مستوى الاظهره. ذكر ايضا الدكتور محمد المشعان بان في المباراه اللي طافت لعبت باظهره مو لاعبين اظهره، هذه الغيابات واللعب اللاعبين بغير مراكزهم ممكن تاثر على الساميه اليوم. طبيعي، هذا امر مهم، وتكلمنا حتى قبل لا يستلم الدكتور محمد المشعان في مباراه من المكان اخر مباراه لمحمد ابراهيم السالمية ضد كاظمة، كان ديمبلي يشكل خطورة كبيرة من في جهة من فهد مرزوق، لكن فهد مرزوق لاعب يمتلك الإمكانية ويمتلك الخبرة أن على الأقل يسد الخانة الناقصة. فهد مرزوق قدم مباراة جيدة في المباراة السابقة، وأعتقد اليوم أثبت على نفس الخط وما حب أنه يغير في الخط الرباعي. هذا بالنسبة للسالمية. بالنسبة لتشكيلة سيد ساندي اليوم محمد، اليوم يدخل في نظام اللعب 5-4-1، بدر الصالون في حراسة المرمى، خماسي عبد العزيز الرسام، مساعد راد، خالد صباح والمحترف أنيس، وعبد الكريم حسن كظهير أو وينج باك. في وسط الملعب اليوم يرجع مركزه عبيد رافع وعثمان الشمري، اثنين يمتلكون الافتكاك بالكره، عثمان الشمري يمتلك التمريره للامام. ما شفنا عثمان الشمري كلاعب اساسي، كلاعب اساسي صحيح، بس هذا اللاعب اللي يحتاجه اليوم بدال رودريجو. وغياب بدر العزي ايضا مؤثر في وسط الملعب. طلال العجمي وينج يسار او يلعب كمهاجم يسار، وعزيز اسعد مهاجم يمين، واوساكا في الامام. اليوم المهمه بالنسبه لهذا الرباعي مهمه كبيره في عمليه التحولات من الحاله الدفاعيه الى الهجوميه في الكونتر اتاك، بالاضافه الى عبد العزيز الرسام وعبد الكريم حسن. اذا اليوم وقفوا خطوره نادي السالميه على الاطراف مبارك الفنيني، عدي الصيفي، بالاضافه الى عبيد رافع كلاعب خامس في العمق، اعتقد راح يصعب من مهمه عمق الملعب والاطراف بالنسبه لنادي السالميه. اليوم ايساكا وحيد بالمقدمه، ايساكا مطالب بجهد اضافي للتسجيل للجهره، خصوصا ان في المباراه اللي طافت ما سجل وهو ينافس على ترتيب الهدافين. ايساكا تكلمنا عنه في اكثر من مره، صحيح، لاعب يمتلك امكانيات كبيره، حتى لما يطلع خارج البوكس عنده الامكانيه انه يستخدم جسمه، عنده السرعه، عنده القوه. فاعتقد ان اليوم التركيز الذهني في هذه المباراه قد يتغلب على الفريق المنافس اللي راح يكون مركز اكثر، بمعنى ان الجهره بوجود 5 مدافعين راح يدافع بشكل كبير. فاذا السالميه تركيزه قل واندفع في دقائق معينه او ثواني، قد يستغل نادي الجهره للحظة معينة. جهد مضاعف اليوم على عبد الكريم حسن، الإيقاف مبارك الفنيني، بالمناسبة مبارك الفنيني وصاحب أو اللي صنع الهدفين في مباراة الذهاب عبد الكريم حسن، وتغيير مركزه في كل مباراة محمد. أنا يعني يذكرني والله أمر معين عبد الكريم حسن وتوظيفه في نادي الجهرة. مرة شفته في وسط الملعب، مرة شفته وينج يسار، مرة شفته باك يسار، يتعاملون مع عبد الكريم حسن كانه روبرتو كارلوس في بلاي ستيشن 1. يعني تغيير المراكز بشكل كبير، عبد الكريم ياثر على اللاعب، ياثر ذهنيا بشكل كبير. اليوم عبد الكريم حسن لاعب قوته في على كظهير اليوم، او ممكن يلعب كقلب دفاع ثالث. فوجوده اليوم في مركزه لاعب حافظ مركزه بشكل كبير، ادري ان اللاعب محترف، لاعب يمتلك الامكانيات، خله بمركزه يعطيك الادوار اللي انت تبيها منه هجوميا. يمكن احنا اعتقد مباراه القادسيه طلعنا سلبيات كثيره بالنسبه لعبد الكريم حسن في عمق الملعب، بعدم الزياده العدديه، بسبب الجهد البدني اللي تحمله عبد الكريم حسن والفتره الطويله اللي ما شارك فيها من شهر 11. اليوم
وصلنا في مستوى اعتقد ارتفع جدا، يعني مستوى جدا عالي بالنسبه لعبد الكريم حسن. اذا كان ذهنيا او بدنيا اليوم حاضر عبد الكريم حسن راح يكون يعني عامل فارق كبير بالنسبه للتنظيم الدفاعي بالنسبه لي. نفس مباراه النصر، مباراه النصر اشتغل شغل جدا ممتاز، ممتاز صحيح. لما تحول الى ظهير ايسر، امكانيه لاعب كبير وقيمه فنيه عاليه، اذا استخدم يعني استخدام ممتاز اكيد راح يفيد نادي الجهره. نتمنى نستمتع وياكم مشاهدينا الكرام في هذه المواجهه، نتابع دخول اللاعبين لارضيه الملعب. ننتقل مباشره الى استاذ ثامر مع الزميل العزيز عبد الناصر السهلي. تفضل يا عبد الناصر. الرحمن الرحيم، في البداية نشكر الزميل الدكتور عبد الله الأنصاري وضيوف المحللين محمد الفلشاوي وفهد الأنصاري، وأيضا الشكر موصول لمراسلنا مشعل جوهر. مشاهدينا الكرام عبر قناة كويت سبورت، محبي الكرة الكويتية أينما تكونون، هذا محدثكم عبد الناصر السهلي يحييكم بأجمل تحية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بناخذكم بحول الله تعالى إلى استاد ثامر بنادي السالمية في منطقة السالمية، ملعب الموقع الحاسمة بين الضيف الجهراوي بطل الدوري موسم 89-90 والمستضيف السالمية صاحب 4 نجمات في بطولة الدوري، في المباراة القبل ختامية للفريقين للقسم الثاني. أمامكم حكام هذا اللقاء عبد الله عرب الذي يقود هذه المواجهة، حكم درجة أولى، ويساعده سالم الشطي حكم درجة ثانية، والحكم أيضا سعود الشمالي وهو حكم مساعد أول، والحكم الرابع ضيف الله الفضلي، وحكم الفي اي آر اللي هو محمد العطار، والاي في اي آر عمر الشطي. أمامكم الفريقين الأبيض نادي الجهرة، وأيضا في مواجهة فريق نادي السالمية اللي باللباس الكحلي. في هذا اللقاء خارج الملعب هناك صراع ما بين 2 من المدربين الكبار، السلوفيني ساندي ساندروفيتسكي والوطني محمد المشعان مدرب السالمية. في هذه المواجهة القبل ختامية للقسم الثاني من دوري زين في نسخة 61، ويوم الخميس القادم راح ينفصل أصحاب 6 المراكز الأولى عن أصحاب المراكز 4 الأخيرة إلى مجموعتين. الأولى هي المجموعة الحديدية، مجموعة تحدد البطل، والثانية هي مجموعة الرمال المتحركة، هي مجموعة تحديد الفريقين الهابطين. السالمية 7 الترتيب ب 19 نقطة من 17 مباراة، راجع من فوز كبير بثلاثية نظيفة على النصر في الجولة الماضية. هذا الانتصار له أهمية معنوية ونقطية كبيرة لظروف المباراة الخاصة، لأن محمد المشعان الذي أنهي خدماته من تدريب النصر وراح للسالمية يتفاجأ بأن أول مباراة له كانت قدام فريق السابق ليهزمه بنتيجة 3-0، كونه هو عارف وخابر فريقه في عناصر القوة والضعف في فريق السابق النصر. وكان انتصار مهم جدا للسالمية على مع مدربهم الجديد محمد المشعان اللي حقق أول فوز له كمدرب في أول مباراة له مع السالمية. شوط المباراة الأول أيها الأحبة ما بين السالمية اللي يلعب بتشكيلة مكونة بحراسة المرمى عبد الله
الفضلي في الدفاع، علي نادر، فهد المجمد، أليكس ليما، عدي الصيفي، هذا مش محمد المشعان الذي يقود زمام الأمور في مواجهة المدرب السابق. والله ما يخلي فريقه ورا محمد إبراهيم اللي تنحى عن قيادة السالمية، ولكن قلبه ما يطوعه هذا الجنرال إنه ما يتابع حتى لو كان في مدرجات مع الجمهور، قلبه ما يطاوع أن يترك السالمية وما يتابعه. ربما هو خلاه لمصلحته، هو خلاه حتى يعني يتجدد مع مدرب جديد وطاقة جديدة، لذلك رأى أن يتنحى ويترك نادي السالمية لمدرب آخر. واعتقد أن محمد المشعان استلم الأمور بأول مباراة تحقيق انتصار كبير. خلونا نكمل تشكيلة السالمية. والله اثرت فينا صورة محمد إبراهيم اللي تنحى ومع ذلك هو حاضر، وهذا يدل على أخلاقيات هذا المدرب الوطني، لاعب سابق دولي معروف ومدرب لديه أكثر إنجازات على المستوى المحلي. في نص الملعب فواز العتيبي، فهد مرزوق، سانك بير، مبارك الاثنين، في المقدمة جمعة سعيد وكاروس ريفاس. محاولة سلماوية تلعب لكن ما تمر إلى برا الملعب، ركلة مرمى. محاولة عبر عدي الصيفي على الجهة اليسرى. فريق نادي الجهرة يلعب بتشكيلة مكونة بحراسة المرمى بدر بن صعنون، في الدفاع عبد العزيز الرسام، خالد وليد، أنس سبوفيتش، وعبد الكريم حسن. في النص يلعب مساعد إطراد عبيد رافع، عثمان حسن، وطلال العجمي. في المقدمة أساكا أبودو وعبد العزيز أسعد. كرة النقل شوط المباراة الأول. فريق نادي السالمية في المباراة الماضية فاز على النصر بعد 7 جولات عجاف، حصل فيها على 3 نقاط فقط من أصل 21 نقطة ممكنة بقيادة محمد إبراهيم. والفوز اليوم بيرفع السالمية للمركز السادس بفارق المواجهات المباشرة عن الجهرة. أما التعادل أو الخسارة راح يدخل النواخذة حسابات معقدة ما لها أول ولا آخر في الجولة الحاسمة. أمام منه؟ أمام المتصدر الكويتاوي. أما الجهرة، فريق القصر الأحمر بالمركز السادس، يدخل هذا اللقاء ب 22 نقطة من 16 مباراة، راجع من تعادل مخيب للآمال أمام الساحل بالجولة الماضية بدون أهداف، وبعدها بأيام فقد نقطة إضافية بعد ما قلبوا النتيجة للاتحاد الكويتي أمام التضامن من تعادل إلى خسارة 3-0 في الجولة 12. بداية أحداث هذا اللقاء دقيقة 3. مباراة هذه على فكرة أنا في رأيي الشخصي أهم مباراة في الموسم. ليش هي أهم مباراة في الموسم؟ لأن من خلالها بيتحدد مصير 4 فرق إلى جانب السالمية والجهرة، نتيجتها تهم بشكل مباشر الفحيحيل والنصر. الجهرة في أقل من شهر تحول من نادي قريب من المنافسة على اللقب إلى فريق يسعى للهروب من منطقة الرمال المتحركة، محقق 6 نقاط. كرة ملعوبة بتوصل وبيحاول فيها أساكا ويلعب لك وين، تسديدة سهلة من أساكا أبودو في أول محاولة تهديفية لفريق نادي الجهرة، لكن بيد حارس المرمى عبد الرحمن الفضلي. الجهرة إذن الآن هو في منطقة، والفريقين يقتربون من منطقة الرمال المتحركة على اعتبار في يعني من خلال 6 نقاط اللي حققها في آخر 5 مباريات بعد ما فاز على العربي هناك في ملعب مبارك العيار. الجهرة عندما استضاف العربي وعمل له احتفالية بفوزه بكاس سمو العهد وفاز عليه، بعدها تعادل مع النصر، تعادل مع الساحل، تعادل مع القادسية، خسر من التضامن على الورق بقرار من الاتحاد لأنه دخل لاعب لا يحق له المشاركة، لاعب موقوف. كرة اللعب لجمعة السعيد، جمعة بينقلها إلى فريق نادي السالمية، بيحاول تقديم الكرة من علي نادر، علي وتسديدة الاثنين، يلعبها لجمعة سعيد، طالت وطلعت إلى ركلة مرة. الفوز في هذا اللقاء مهم جدا. الفوز إذا تحقق على السالمية من الجهرة راح يحتفل اليوم الجهراوية، راح يحتفلون في استاد ثامر
بالصعود الرسمي مع الستة الكبار المنافسة على اللقب، ولكن التعادل أو الخسارة بتكون مواجهتهم في الجولة الأخيرة في ملعب مبارك العيار أمام الأشاوس لفحيحيل، حياة أو موت. لذلك مباراة أيها الأحبة، مباراة ربما تكون على الورق هي من أهم المباريات في الموسم، تحدد مصير أربعة فرق. لذلك ننتظر الإثارة، ننتظر المتعة في مباراة. الكل بحاجة ماسة لأهداف في هذه المباراة اللي أتوقع الأهداف راح تكون حاضرة، لأنه من 10 سنين ما تعادلوا 0-0، من 10 سنين ما تعادلوا. هل يريح الجهرة جماهيره يحقق الفوز، ولا السالمية يتفادى الدخول في المنطقة؟ هذا مدرب نادي السالمية اللي يلعب تحت الضغط العالي، الضغط العالي، لأن هذه المباراة أعلى مباراة ضغط نفسي من خلال الموسم بأكمله، من أجل التواجد مع الستة الكبار. خلاص الكل يستعد، كرة ملعوبة بتوصل، ننتظر حتى الآن الدقائق الستة، ما شفنا التسديدة، بتنقل بشكل جيد إلى عثمان اللي بيرسلها في وسط ميدان للعجمي، العجمي الكرة معه بيلعبها ناحية اليسار إلى عبد الكريم حسن، عبد الكريم بيلعبها أمامية لكن ما تمر، شيلها فهد مرزوق بيلعبها إلى الفنيني، مبارك الفنيني الكرة معاه يبدأ في الجملة، لكن هناك تعثر كارلوس ريفاز، تعثر وراحت الكرة إلى حارس المرمى بدر بن صعنون. كرة بتنقل بيحولها جهة اليسار، لدينا عبد العزيز الرسام إلى هناك عبد الكريم حسن، هو في صفارة بوجود خطأ. سلامات محمد المشعان، استلم زمام الأمور بالسالمية قبل أيام ونجح في أول اختبار له أمام فريق السابق النصر عندما فاز عليه 3-0، لكن أمامه مهمة ثقيلة الحقيقة الليلة، تتمثل في تحقيق فوز يحافظ من خلاله على حظوظ السالمية في التواجد بدور تحديد البطل، على الرغم من الوقت ضيق بسبب توالي المباريات اللي ما تسمح للمدرب خلال مباراة أو مباراتين بنقل أفكاره التكتيكية إلى اللاعبين. لذلك الدور المعنوي هو ربما أكبر من دوره في استراتيجية بناء الفريق، بينما مدرب الجهرة ساندي يمر في أصعب فترة في مشواره التدريبي مع الجهرة، خسر 9 نقاط في آخر 5 مباريات باحتسابه مباراة طبعا اللي انقلبت لصالح التضامن. حاليا الجهرة أصبح من المهددين بلعب دور تفادي الهبوط، وعلى ساندي تحضير لاعبين معنويا حتى يظهروا بالشكل المطلوب. كرة اللعب توصل إلى فهد المجمد، فهد بيلعب الكرة الطويلة إلى مبارك، لكن عبد الكريم حسن بيراقب مبارك الفنيني وبيخلص الكرة بالوقت المناسب. تنقل الآن في الوسط إلى سانج بيير، بيحولها إلى الخلف وبيحولها ليما، إنما ماتمور الجهرة والسالمية وبيلعبها في مكان سليم، محاول انفراد لكن غطي المدافع هو أليكس ليما. أليكس ليما يلعبها إلى عدي، عدي الصيفي بينقلها الآن، ولكن ماتمور شوط المباراة الأول، انتظر الأول أهداف اللقاء. محاولة لكن جمعة سعيد بيرتكب خطأ، جمعة سعيد بيرتكب خطأ. لدينا حكم الساحة عبد الله عرب اللي ظاهر أمامنا، حكم درجة أولى وليد 13 نوفمبر من عام 88، أدار هذا الموسم تقريبا 12 مباراة. بدايته في التحكيم كانت في عام 2016 عندما قاد أول مباراة ما بين اليرموك وبرغان كمباراة للفريق الأول في عام 2018. كرة بتنقل بتوصل، طبعا أهم مباراة لهذا الحكم كانت مباراة العربي والكويت الموسم الماضي، المباراة الختامية في الدوري اللي فاز فيها طبعا الكويت 4-1، وكان هو البطل. كرة اللعب توصل إلى العتيبي، فواز يرجع الكرة وبتنقل في ميدان الملعب في انطلاق الجملة الهجومية السلماوية. تعادل بدون أهداف، نرحب بكل من ينضم لنا عبر الرياضية الكويتية. أنت تشاهد الآن واحدة من أهم المباريات في الدوري الكويتي، تحدد مصير 4 فرق ربما، وتساهم لدينا السالمية والنصر وأيضا الجهرة والفحيحيل
مباراة تعنيهم وذات صلة، كرة منقولة إلى عدي الصيفي، عدي 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 بيحاول يمر، عدي الكرة معاه بيلعب إلى جمعة سعيد، جمعة سعيد بينقلها لك، يهدي اللعب وينقلها إلى فهد المجمد كابتن وقائد فريق نادي السلمية إلى أليكس ليما، ليما بيلعبها إلى عدي بالصدر بيستلم بيحاول مور كرة معاه بيلعب عرضية ولكن يشيلها المدافع وبيطلعها بمبدأ الحيطة والحذر ومنع الخطر. خالد وليد بيطلعها إلى رمية تماس، رمية جانبية، مباراة بدون أهداف، تعادل ما راح يرضي لا السلمية ولا الجهرة، النقاط الثلاث هي اللي راح تخلي الفريق ينتعش من أجل أمل الوصول إلى مجموعة المنافسة على البطل، مجموعة الستة الكبار. كرة بتنقل توصل بيحول الكرة إلى الإكس ليما بيلعبها مامية وتحطها، إنما حاول يحط قدمه فيها كاروس ريفاز ولكن راحت إلى بن صعنون. هذا هو كاروس ريفاز في محاولة حقيقة لو لامسها، لاعب الكولومبي اللي سجل هدف على النادي العربي في الدوري وعنده هدفين في كاس زين على برقان واليرموك، وسجل أيضا في مرمى العربي في نهائي كاس سمو للعهد اللي راح للعرباوية. كرة بتنقل إلى عبيد رافع بيلعب الكرة الطويلة وأمامية ولكن بيوقت لها حارس المرمى وفي انسجام ناقص ما بين حارس المرمى والمدافع أليكس ليما لأنه طالع من المرمى وليما كان أيضا مغطي. العتيبي فواز العتيبي بيرجع الكرة إلى عدي الصيفي إلى المجبد، المجبد الكرة معاه بيلعب كرة قصيرة وبيسلمها إلى فهد مرزوق، فهد مرزوق بينقل الكرة إلى الطرف الأيمن في محاولة لإرسالها إلى تيفاز أو ريفاز عفوا، الكرة مقطوعة جهراوية عكسية لكن في تراجع لاعبين الجهرة وبالتالي يعني ما في أحد مساند، كرة ملعوبة بحول مور ولكن مجهود العجمي طلال حاول يعدي يطلب فاول لكن ما تمشي، عثمان حسن الكرة معاه وعبد الكريم بيشوت إنما ما تمر، يسارية عبد الكريم اللاعب الدولي القطري ما تستمر، الانطلاقة مرة ثانية تعود إلى عبد العزيز الرسام اللي بيهدي اللعب وبينقلها إلى عبيد رافع وجمعة جمعة 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 سعيد يرتكب خطأ وعبد الكريم حسن يطالب حكم اللقاء بإعطاء بطاقة صفراء، راح نشوف بالإعادة بطاقة صفراء. شوف عبيد رافع حاول يلم لكن ها داس على قدمه أو على حذاء أجلكم الله، شوف 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 نزع حتى حذاء لكن هل كان بدون تعمد؟ عموما الحكم عبد الله عرب عنده طبعا الفار ولكن مجهز البطاقة الصفراء وينادي جمعة سعيد ويعطيه انذار. سلمى بطاقة صفراء أول انذار في هذا اللقاء يناله جمعة سعيد، انذار بدقيقة 14. أحبتي المتابعين مشاهدينا في كل مكان، اللعب يتوقف، الجهرة حاليا أيها الأحبة يمر في أصعب فترة بالموسم، حقق 6 نقاط في 6 مباريات وضيع 18 نقطة من أصل 24 نقطة. لو نتذكر بدأ الموسم الجهرة بشكل جميل عندما فاز على الكويت وكاظمة، بعدها خسر من التضامن بالجولة الثالثة وعاد لسكة الانتصارات على القادسية بالأسبوع الرابع، ثم عاش ما بين مد وجزر، وهذا محمد إبراهيم قلبه ما يطاوعه، هو تنحى عن تدريب السالمية لكن ما خلى ورا حاضر بيشوف المباراة وبيتابع، وهذا جزء طبعا من الوفاء من محمد إبراهيم لفريقه اللي دربه واللي يتمنى بطبيعة الحال له التوفيق في خلال المباراتين هذه والمباراة الأخيرة قبل الدخول في القسم الأهم.
في الجهرة بالكاس أداء أقل من المتوسط، خرج من دور تمهيدي في كاس سمو العهد. كرة النقل محاولة عرضية جهراوية، ولكن عدي الآن بيستلم الكرة لبناء الجملة الهجومية السلماوية، يلعب الكرة طويلة إلى ريفاز، ريفاز يحضرها لنفسه الآن، لكن عليه متابعة ويرتكب خطأ. فاول سيبوفيتش لاعب البوسني داخل عليه، وهذا يستدعي بطاقة صفراء ثانية في هذه المباراة وأولى بيحصل عليها الصربي أو البوسني عفوا البوسني. أنيس سيبوفيتش لاعب من البوسنة والهرسكي يشوف الإعادة مرة ثانية، حاول يعدي لكن وضع قدمه وياخذ إنذار بالدقيقة 16. إنذار بالدقيقة 16 هو ثاني إنذار في اللقاء، ويتوزع الفريقين كل فريق خذ إنذار. ضربة حرة، وصلنا الدقيقة 16 أيها الأحبة، حتى الآن التعادل بدون أهداف. ضربة حرة مباشرة سلماوية على يمين بن صعنون، راح نشوف منو راح يشارك فيها. تلعب من العتيبي يلعبها، ولكن صعنون خدعت تلعب الجول. الله الله، حطها سانك بيير بندي نازلة على طول ويتحمل مسؤولية بدر بن صعنون. بدر بن صعنون اللي كرة سهلة الحقيقة ما عرف يمسكها ويتعامل معاها، وراحت إلى سانك بير ويسجل أول أهداف اللقاء، لاعب رقم 23. وسلامات سلامات في لاعب طايح من نادي الجهرة، سلامات. كرة الحقيقة يأتي أول أهداف اللقاء لفريق نادي السالمية، السالمية وسانك بير بالدقيقة 17. شوف 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 اللي عاد، شوف حارس المرمى، هذه ما تندز الكره، ما تندز، دزها للاعب بالخطا، العتيبي لعبها، الحارس ما عرف يتعامل معاها، دفعها وحضرها الى سانك بير اللي على طول لم يرحم الكره وسدد في منتهى القوه. هوبا في المرمى، هوبا في المرمى، كره حلوه وجميله وعلى طول وضعها بالدقيقة 17، معلن عن أول أهداف اللقاء. وهذا جانب من الجماهير السلماوية اللي يتنفس الصعداء على أمل الفوز والحصول على النقاط الكاملة من أجل المنافسة مع الستة الكبار عندما يستدعي الوضع في المباراة الأخيرة. المباراة الأخيرة راح تكون أمام نادي الكويت يوم الخميس، السلمية راح يستضيف الكويت. في بطاقة، والله شايل الحمراء، والله اشول الاداري، انا توقعت لاعب في بطاقة حمراء. الجهرة يتلقى، يبدو لي شوف الإعادة هنا حارس المرمى، طبعا هذه كرة سهلة، لاحظ لاحظ كم في مشاركة، هل يلغى الهدف، هل في فاول، فاول قبل اللقطة. عموما بدر بن صعنون لم يستطع، هو طبعا حارس ممتاز في كل جواد كبوة، واعتقد ان هذه كبوة لحارس المرمى في مثل هذه الكرة، اما انه يشتتها بيده على اليمين او اليسار، لكن هو قدمها للاعب سانك بير، لاعب على طول ما يثني بيسجل بشكل جيد. السالمية إذن يتقدم أيها الأحبة على أرضه في هذه المواجهة. السالمية اللي راجع من انتصار كبير على نصر بثلاثية نظيفة، المباراة الثانية على التوالي، حتى الآن ينتصر ويحقق الفوز. طبعا هو في المركز السابع، السالمية راح يرتفع، طبعا راح يكون عنده 22 نقطة، راح يتشارك مع الجهرة وراح يتفوق على الجهرة في المواجهات المباشرة إذا دعت يعني الحاجة للوصول إلى المباريات المباشرة. كما تعرفون قانون الاتحاد الكويتي ينص في حال تعادل الفريقين في النقاط راح يلجؤون إلى المباريات المباشرة. عموما اللعب راح يستأنف، هداف الدوري هو التونسي طه ياسين، هداف الجهرة القاني اللي هو إساكا بتسع نقاط. طبعا المباراة اليوم فيها أعصاب، راح تكون فيها أعصاب مشتدة
برا الملعب اكثر من داخل الملعب. الله يكون بعونهم اللي داخل الملعب قاعدين يفرقون شحناتهم، لان مباراه اليوم هي اهم مباراه في الموسم. نعم اهم مباراه لانها تحدد مصير اربع فرق. المشعان الذي ياخذ الشعله السلماويه في ثاني مباراه يقدم فريق اداء جيد، والله عاد هو من المدربين الاكفاء حقيقه، ما يختلف عليه اثنين. ولكن احيانا مثل كرة القدم، الكرة إذا ما تبي تدش ما تدش، إذا ما تبي تدخل ما تدخل، ما يتوفق في بعض المباريات كمدرب في أمور. طبعا ينتظر الفار هل هناك إلغاء للهدف بداعي خطأ على السالمية. البوسني بيكلم ضيف الله الفضلي، ضيف الله وهو الحكم الرابع اليوم إنس سيبوفيتش اللي راح يرجع ويتابع. ما في شيء طبعا، الإعادة كان واضح انه ما في اي ضرب او احتكاك فعلي يستدعي الغاء الهدف. الغاء الهدف يعني شيء مو سهل على حكم مباراة، يلقي فرحة، يلقي انتصار، يلقي فريق وتعب ومجهود خلال المباريات الماضية. انت لما تلقي هدف يعني أمر ثق تماماً إنه يزعج أي حكم في العالم إنه يلقي هدف أو يحتسب هدف إلا لما يكون قراره متأكد منه. عبد الله عرب حكم هذا اللقاء اللي أعتقد مباراة صعبة جداً، وإن شاء الله يقودها إلى بر الأمان. عدي الصيفي بيلعب الرمية الجانبية تلعب، ولكن بتمر من عبيد رافع بنقلها الآن إلى منتصف الملعب سانك بير صاحب الهدف، وتعود سلماوية بيهدي اللعب ويلعبها إلى ليما. ليما بينقلها إلى علي نادر، علي نادر الكرة معاه. شوط المباراة الأول واحد السالمية، لا شيء إلا الجهرة، لكن لديه الجهرة ربما ما يخفيه بطاقة. لا فاول، فاول فقط، فاول لمصلحة السالمية. سقوط كاروس ريفاز، شوف 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 دخل عليه البوسني. البوسني عليه ان يكون حذر، البوسني عنده انذار، عنده انذار، واذا استمر بهذا الاداء اللي فيه نوع من العنف والقوه ممكن يطرد في هذا اللقاء، ممكن يطرد. عنده بطاقه صفراء بالدقيقه 16، وعلى المدرب ساندي سندنفسكي اذا شافه مستمر بالنرفزه يطلعه، راح ياثر، راح ياثر على فريقه. ضربة ثابتة بتلعب الكرة بتمر عرضية توصل إلى عدي الصيفي. عدي الكرة معاه ما زالت بيحاول فيها، عدي بيلعبها إلى ليما تنقل ريفاز بيغير اللعب إلى مبارك الفنيني. مبارك الفنيني الكرة معاه بيحاول يعديها، بيلعبها العتيبي، العتيبي بيلعبها عرضية كرة داخل منطقة 18 بحاول مور إنما بتعدي وتطلع ضربة ركنية، ضربة ركنية، ضربة ركنية لمصلحة فريق نادي السالمية في شوط المباراة الأول. العتيبي عند التنفيذ، العتيبي عند التنفيذ الضربة الركنية وبالرأس بيحاول فيها إنما تطلع كورنر مرة ثانية، كورنر مرة ثانية لمصلحة فريق نادي السالمية. ضاغط ضاغط، هدف واحد أبد لا يعطي الأمان لفريق نادي السالمية، فريق كبير، وإذا ما وصل إلى دور الستة الكبار بحد ذاته تعتبر مفاجأة من مفاجآت الموسم لو يلعب مع الأربعة. كرة اللعب، الله الله، جول جول قادمون من الخلف من ضربة ركنية، تقدم لها المدافع أليكس ليما وحط الهدف الثاني، حط الهدف الثاني على الجهرة بالدقيقة 24 أو دقيقة 25، معلن عن ثاني الأهداف للسالمية، ثاني الأهداف للسالمية. برافو، شوف القادمون من الخلف كيف يكون التفاعل السليم. ارتقى امام عبد الكريم حسن الحقيقه يتحمل مسؤوليه، هو اللي مراقبه. شوف 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 عبد الكريم حسن
اللاعب القطري اللي كان متابعه وقدر أن يهرب من الرقابة في لحظة غفلة دفاعية جهراوية، وبالتالي يسجل ثاني أهداف اللقاء. المباراة راح تحمى، مباراة راح تحمى الجهراوية، ما راح يهدالهم بال، ما راح يستكينون، ما راح تقمط لهم جفن، ما راح يهدون، ما راح يسكتون إلا بتسجيل هدف، لأن هذه المباراة مباراة العمر بالنسبة لهم، هي مباراة حياة أو موت. يفوز ينتعش أماله، بل يفوز هو يوصل إلى الستة الكبار. الفوز للجهر اليوم معناته خلاص أعلن نفسه رسميا مع الستة الكبار المنافسة على اللقب، بينما الخسارة راح تعقد من أموره وحساباته حتى آخر مباراة له عندما يتواجه مع الأشاوس فريق نادي الفحيحيل. مباراة راح تحمى 2-0، الوقت مبكر. إذا ما أراد مدرب نادي الجهرة ساندي سندريمسكي تعديل الأمور، عنده في دكة الاحتياط أسماء عبد العزيز مروي، عنده فهد زويد، عنده أيضا علي الحجرف. كرة ملعوبة إلى جمعة، عبد جمعة سعيد بيلعبها وبينقلها إلى فهد المجمد، فهد إلى سليمة صاحب الهدف في الأمان نوعا ما، 0-0. كرة بتنقل إلى كاروس، كاروس بيحاول يمر بيتأخر، يلعبها في منطقة سانك بير إلى فواز عتيبي، يرجعها إلى حارس مرمى، بتنقل الكرة إلى جهة اليمين سريعة، لحق عليها وطلعت إلى برا الملعب. بعد ذلك رمية تماس جهراوية، رمية جانبية تتنفذ الكرة وتوصل إلى مساعد أطراد، يترك الكرة إلى عبيد رافع، عبيد رافع بينقلها جهة اليمين وبينقل الكرة الأمامية بالرأس، بعدها المجمد إلى سانك بير ناحية علي نادر اللي بيلعب الكرة، لكن خالد وليد بيشارك في الكرة إلى عبد العزيز الرسام، عبد الكريم حسن يغير اللعب. طالت كرة سهلة لكن بالطول الكرة على الرسام، على عبد العزيز الرسام، هذا هو عبد العزيز الرسام، هد اللعب. شوط المباراة الأول، تقدم نادي السالمية حتى الدقيقة الآن 28 بهدفين نظيفين، راح يجعل المباراة على صفيح ساخن حتى النهاية. الجهرة يمتلك مقومات قلب الطاولة وتحويل الخسارة إلى انتصار. لدينا من غيابات الجهر اليوم رودريغو بداعي الإيقاف، عمر زكري مصاب، بدر صالح موقوف، بينما الجهرة السالمية يغيب عنه محمد الهويدي بداعي الإصابة، وأيضا بدر جمال اللي عنده بطاقة حمراء. كرة إلى المجمد بيغير اللعب إلى عدي الصيفي أو فهد برزوك، كانت كرة معاه، عدي بيلعبها إلى فواز العتيبي، جمعة سعيد إلى فهد مرزوق، هذا هو المجمد بيلعبها لفواز، فواز كرة معاه بيلقلها ناحية اليسار إلى عدي الصيفي، تأخر فيها يلعبها إلى جمعة سعيد، جمعة الكرة معاه بيهدي يلعبها إلى فهد مرزوق، بينقلها في وسط الميدان، محاولة لفريق نادي السالمية بتناقل الكرات بشكل مستمر دون مقدرة لاعبي الجهرة بأن يخلص الكرة. شوف عد واحسب، هذه يمكن 11 تمريرة ما انقطعت من جانب لاعبي الجهرة، وهذا يدل على مدى إمكانيات فريق نادي السالمية العالية في هذا اللقاء والرغبة الشديدة للفوز والوصول إلى النقطة 22 لمزاحمة فريق نادي الجهرة بنفس الرصيد من النقاط، ولكن راح يتفوق عليه بالمباريات المباشرة في المواجهات المباشرة. أليكس ليما، لاحظ أدوار المدافعين، المدافع الناجح هو المهاجم،
تحت الطلب في الكرات الثابتة، في ضربات الركنية، في الأوقات العصيبة المدافع لا يتمركز. لما يكون عندك مدافع يلعب في الضربات الركنية بالهيد بشكل جميل بيساعد المدربين، بيساعد الفريق، لأنه بعيد عن العين، بعيد عن العين، والمدافعين ما يتوقعون. هذا ما حدث ربما لعبد العزيز أو عبد الكريم حسن اللاعب القطري اللي يتحمل في رأيي مسؤولية الهدف الثاني على وجه الخصوص، والآن يرتكب خطأ. فاول لمصلحة فريق نادي السالمية، فاول لفريق نادي السالمية. وقول لي يا عبد الكريم حسن ياخذ انذار. بياخذ او اللي ياخذ بطاقة صفراء عبيد رافع، عبيد رافع هو اللي دخل على فهد مرزوق، والبطاقة الصفراء هي الثالثة في هذه المباراة. دقيقة 31، السالمية متقدم على الجهرة. هل يستمر هذا التفوق حتى النهاية؟ مباراة هي الأهم لفريق نادي السالمية في هذا الموسم حتى ينعش أماله. يبدو لي أن هناك أمور في غرفة الفار المتواجد فيها محمد العطار وعمر الشطي، حكم مباراة بيطلب التنفيذ. ما في أي إشارة أو أي إشارة صوتية من الفار تقول أن فيه خطأ يستحق بطاقة مثلا حمراء. الرسام بيطلعها بمبدأ الحيطة والحذر ومنع الخطر. اليوم عبد العزيز الرسام يعني على غير العادة ما طلع بهجمات وبانطلاقات ناحية الأطراف وناحية الطرف اليمين اللي يشغله، لأنه لاعب حقيقة يمتاز بصناعة الكرات وبأيضا النشاط الهجومي الفعال خلال هذا الموسم، له رفعات جميلة جدا، ساهم ببعض من الأهداف الجهراوية. ولكن اليوم يبدو لي أن منطقة انتقاله وتحركه يعني بسبب الدفاع السلماوي والتغطية الحاصلة من عدي الصيفي حدت من انتشار هذا اللاعب اللي هو عبد العزيز الرسام. متى ما استطاع أن يقدم كرة عرضية أعتقد راح نشوف أيضا خطورة على مرمى السالمية. فاول عبيد أو فواز العتيبي راح يلعب الكرة الثابتة ويلعبها بالرأس، تنشال من خالد وليد. منقولة لفريق نادي السالمية. العتيبي مرة ثانية بيشترك وياه عبد العزيز أسعد وبيطلعها إلى برا ملعب رمية تماس. الخطورة دائما تي من ناحية اليسار لفريق نادي السالمية، والهدف الأول جاء من هذا الاتجاه. ويستمر الضغط السلماوي عبر الجهة اليسرى. لدينا عدي الصيفي، عدي إلى جمعة سعيد بالكعب، حاول يكعب بس ما مشت معه. فكرة حلوة لكن ما مشت. كعب بدر المطوع البارح كان اللعبات الجميلة، هدف على هدف القادسية على التضامن بصناعة بدر المطوع. كرة منقولة توصل لدفاع الجهرة في ضغط، ضغط من جانب كارلوس. مرة ثانية محاولة أليكس ليما أو سانك بير عفوا. كرة اللعب وفي فاول لمصلحة فريق نادي الجهرة، فاول لمصلحة فريق نادي الجهرة. عبد الكريم حسن شوف حاول يلم الكرة وينطلق فيها وفي احتكاك. فاول عبد الكريم حسن راح يلعب الكرة الثابتة، بيلعبها إلى مساعد اطراد. مساعد بيسلم الكرة في منطقة الوسط إلى عبيد رافع، عبيد إلى خالد وليد، خالد بيرجعها إلى البوسني إنس سوبوفيتش، سوبوفيتش يلعبها إلى مساعد، مساعد البوسني. مقادر فريق نادي الجهرة الحقيقة أن يخترق أو أن يصل في شكل جيد نتيجة الضغط الجميل لنادي السالمية اللي قاعد يلعب مباراة كبيرة متفوق لعباً
وأداء ونتيجة على فريق نادي الجهرة. واعتقد إذا استمر أداء الجهرة بهذه الطريقة الثالث للسالمية قريب جدا على الجهرة أن يغير أسلوبه. يعني واضح أن إذا استمر بهذا الأداء ما راح يسجل. ما شفنا يعني تسديدة على عبد الرحمن الفضلي اللي مرتاح تماما. نتكلم دقيقة 35 باقي 10 دقائق لا تسديدة لا ضغط. شوف يا سلام هدي السيف دقيقة قايم في دوره ناحية اليسار بشكل كبير وجدا خبرة أكيد لاعب منتخب النشامة. كرة بتوصل عبيد رافع يتعرض لمشاركة يعني لاعب السالمية بتلعب إلى إنس اللي رجعها إلى حارس مرمى بدر الصعنون. بدر الصعنون كرة ملعوبة توصل أمامية إلى مساعد إطراد. مساعد بيسلم تسليم خاطئ وتعود إلى جمعة سعيد. ليش تركتها يا جمعة؟ الكرة جاية من زميلك. ظاهر ناسي إن الخط وراء طالع الكرة برا فوتها. كان المفروض يسكنها بصدره. سكنها بصدره لاعب طويل لكن خلى الكرة تطلع برا. ولا وراح يبحث عنها وهي رايحة خط التماس. خلاص كرة بتنقل توصل إلى عبد الكريم حسن. عبد الكريم الكرة معاه حاول على الجهة اليسرى رمي التماس. نلعب أيها الأحبة على بعد 9 دقائق أو 8 دقائق من أحداث شوط المباراة الأول. 2 سالمية لا شيء فريق نادي الجهرة في هذه المباراة. آخر مواجهة ما بين الفريقين كانت في 2 نوفمبر بالجولة الثامنة من دوري زين. فاز السالمية بهدفين وها هو الآن يعيد الكرة بنفس النتيجة. وهذا الأمر طبعا راح ينصب بمصلحة الجهرة لأن الاثنين بيتعادلون في النقاط. فبالتالي إذا انتهت المباريات في الجولة الأخيرة السالمية راح يواجه الكويت مباراة قوية بينما نادي الجهرة راح يواجه الفحيحيل. فإذا تساووا الفريقين في عدد النقاط واحد منهم راح يوصل إلى دور 6 معناته السالمية هو اللي راح يوصل لأنه فاز على الجهرة رايح جاي. آخر فوز جهراوي واضح فراس الخطيب والدكتور عبد القدوس مدير في نادي الفحيحيل. قلنا لكم أهمية المباراة للفحيحيل أهمية كبيرة. أكيد الأربع فرق الحقيقة يهمهم في أهم مباراة في الموسم تهم الفحيحيل والنصر أهمية كبيرة. لذلك تشوف حتى مدرب الفحيحيل حاضر للمباراة. فراس الخطيب حاضر للمباراة لأن المباراة في غاية الأهمية. ما اكتفى في المشاهدة في التلفزيون لا حضر حضر مباراة الأخيرة الفحيحيل ما راح تكون مع الجهرة. مباراة مع الجهرة لذلك هو حاضر للمباراة في أهم مباراة في الموسم. المدربين يحضرون لمتابعة المباراة. أكيد طبعا هناك عيون من الجهاز الفني لنادي العميد الكويتاوي حاضر في هذا اللقاء وتتابع عن كثب أماكن الأخطاء في نادي السالمية أو نقول الفجوات أو نقول نقطة الضعف إذا جاز لي التعبير وأيضا نقطة القوة لنادي السالمية. لأن فريق السالمية الآن مع مدربه الجديد يبدو لي يعني بأداء جيد. ثاني مباراة بيحقق مستوى جيد. ما أعتقد أن المشعان قدر يغير كثير في الفريق لكن غير النفسية. ربما النفسية تغيرت ربما المعنويات تغيرت. في أشياء كثيرة أحيانا تتغير مع تغير المدرب. ولكن لا نقلل من أهمية المشعان من رجل حقيقة يتعب ويجتهد من أجل الفوز في كل المباريات. المدرب اللي عاد للسالمية في أواخر فبراير خلفا لمحمد إبراهيم هو من قاد النصر في بداية الموسم. درب الجهرة كذلك وبالتالي يعني هو خبير من خبراء الكرة الكويتية الكابتن محمد المشعان. كرة بتنقل توصل
اكيد نجاحات محمد المشعان بتخيف الاشاوس الفحيحيل، لان مباراتهم الاخيره مع الفحيحيل وبالتالي حتى فراس الخطيب حاضر. كرة ملعوبة عبد الكريم حسن، الجهراوية لازم يصحون في هذا اللقاء، عليهم أن يقلبون الطاولة. هذه مباراة حياة أو موت، خاصة أن السالمية فازوا عليهم في الذهاب، لذلك الفوز اليوم راح يكون مو ست نقاط، أكثر من ست نقاط، لأن الفريقين راح يتشابكون ربما في النقاط، وراح يتأهل ربما السالمية بفارق المواجهات المباشرة. توصل إلى حارس المرمى المرتاح تماما حتى الدقيقة 40 في شوط المباراة الأول، اللي هو عبد الرحمن الفضلي على ساندي ساندرينفسكي. في شوط الثاني تقديم مستوى جيد فريقك في هذا الشوط، أعتقد لم يقدم ما يرضي، لم يقدم ما يسعد الجهراوية. كرة تعود إلى بن صعنون اللي في رأيي ربما ارتكب خطأ، وهم الحراس الكبار بارتداد كرة سهلة بإيده سلمت بطريق الخطأ، وجاء الهدف الأول للاعب بيرمندي سانج بيرمندي. كرة منقولة توصل إلى جوعة سعيد بحاول يمر، بيلعبها في وسط الميدان، انطلاقة سلموية، محاول، يا سلام على المرور، يا سلام على التمرير، الآن بتروح لصاحبها راحت للمعني، بيحاول يمر، العتيبي الكرة معاه، العتيبي بيحاول يعديها نفسها، الكرة ما زالت، بيحاول ينقلها، بيلعبها لكن صفارة بوجود حالة تسلل يقع فيها لاعب فريق نادي السالمية. جمعة سعيد شوف الإعادة، فواز كان في موقف تسلل والقرار سليم، لدينا الحكم المساعد الثاني هو سالم الشطي حكم درجة ثانية مواليد 9 يوليو 97، بدأ التحكيم في عام 2018، 20 مباراة أدارها في هذا الموسم ما بين حكم مساعد أو في الفار. كرة إلى خارج ملعب، رمية تماس لفريق نادي السالمية، رمية جانبية، تلعب الكرة إلى فهد المجمد، يطلبها عدي الصيفي، يلعب لها جمعة سعيد. سيطرة كبيرة في شوط المباراة الأول لنادي السالمية، تتوج بهدفين مستحقين. السالمية في هذا اللقاء، يوه خطأ غلطة ويحطها، الله عطاها يا هدية لأساكا بودو، يا بهلك، هذه أفضل من ضربة جزاء يا أساكا أبودو، شلون تضيعها، شلون طلعها، ما تضيع، شوف رجعها هدية، في وين تلقى هدية مثل هذه، وين تلقاها ولا بالأحلام، يا بهلك على نقطة الجزاء، شوف بلنتي تعتبر على نقطة الجزاء، ما حاول أحد، ضاعت فرصة الهدف الأول للمحترف أساكا أبودو، لاعب الغاني الكوكب ونجران السعودي سابقا، بيضيع فرصة حقيقية لتقليص الفارق. عبد الكريم حسن بيلعبها جهة اليسار، هجمة عكسية جهراوية، ما في أبودو الكرة معاه، بيرسلها ناحية اليسار، محاولة أبودو بطيء في التقدم مع هذه الكرة، وجد نفسه وحيد، توصيلها عدي أبودو المفروض يتقدم، لكن في بطء في اللعب، ربما ما يكون مصاب، مشيته توحي أنه كأنه مصاب. كرة بتنقل تعود إلى عدي الصيفي، عدي بيرجعها، توصل إلى فهد المجمد، فهد بيلعبها في وسط الميدان فريق السالمية، بيحاول توصل إلى كارلوس بيحضر إلى فواز إلى جمعة الكرة ما بيحاول مور الكرة معاه، بيلعبها شوي يمين، لك وين يا جمعة، ماطل في الكرة وطلعت من أمامه، توصل إلى عدي نازل، ولكن الرسام بيرتكب خطأ وبيأخذ بطاقة صفر. عبد العزيز الرسام بيأخذ إنذار بالدقيقة 45
الوقت بدل الضايع لينضم إلى الصربي سابوفيتش وإلى عبيد رافع من فريقه اللاعبين الحذرين. بطاقة صفراء في الوقت بدل الضايع. شوف الإعادة عدي رايح ودخل بأسلوب متهور ربما، لذلك حكم اللقاء عبد الله عرب. وسبع دقائق وقت بديل للمهدور، سبع دقائق وقت بديل للمهدور، وفريق نادي السالمية متفوق لعبا وأداء ونتيجة، وأعتقد على الأداء اللي قدمه قادر على تسجيل أكثر من هدفين. مبارك الفنيني راح ينفذ الكرة الثابتة، حكم المباراة يعطي إنذار أحمر ثاني لإداري أيضا الجارة، شكله ما راح يقعد إذا استمر بالبطاقات الحمر ما راح يقعد البدلاء بس، إداريين كلهم راح يكون المباراة قلنا عنها أعصاب ما يلام مثل أوضع المباراة يبي لها واحد أعصابه هادية. طبعا المفروض أن خروج خارج ملعب مع الحكم المباراة لازم ينتظر حتى يطلع الإداري المتلقي للبطاقة الحمراء خارج الملعب وأسوار اللي من خلالها يقدر يدخل الملعب. اللعب متوقف انتظار إبعاد الإداري. تلعب الكرة عالية وبالرأس لكن بن صعلون شوفها بعدها صح لعبها على الطرف، لكن اللعبة الأولى إبعاد كان خاطئ. تنقل الكرة إلى سوك أبادا أبودو لكن الكرة ما تمر. عدي غير من اليسار لليمين، عدي غير من اليسار لليمين، كرة ترجع علي نادر إلى حارس مرمى عبد الرحمن الفضلي. عبد الرحمن لعبها بالخطأ راحت لعبد الكريم، وانتو مع عبد الكريم، عبد الكريم بيحاول يعدي كرة معاه بيلعبها عرضية، تمريرة جيدة محاولة للمرور لكن في تأخير. وعدي الصيفي الحقيقة بيلعب دور البطولة، روح يمين يسار بيخلص الكرات حقيقة قايم بشغل جيد وأداء كبير لعدي الصيفي في أرضية الملعب. رجع لمكانه ناحية اليسار، كرة تعود للخلف أليكس ليما بيحولها إلى فهد مرزوق المجمد، يلعب إلى جمعة. جمعة محاولات استهلاكية لوقت المباراة، فريق متقدم بهدفين حاول يطلع بأقل تقدير. كرة تلعب إلى مبارك الفنيني، لاحظ الجهرة يعني عاجز عن قطع الكرة، وفريق نادي السالمية قاعد يفرغ وقت المباراة على الجهرة، يعني قاعد يعدي الوقت يطوفها عليهم وهم مو قادرين حتى يقطعون الكرة. شوف عد معانا ما راح نعلق، راح نشوف يعني هذه التمريرة اللي لعبها جمعة سعيد رحمت لاعب الجهرة الحقيقة اللي مو قادرين على افتكاك الكرة، وين اللاعب المقاتل اللي يخلص الكرة ملعوبة عموما لعبد الكريم ما تروح لصاحبها تروح لليمة. تنقل الكرة إلى عبد الكريم وعليه ضغط الآن، وتنقل ناحية كارلوس ريفاز بتطلع إلى برا الملعب، رمية تماس رمية جانبية، نلعب بالوقت بدل ضايع خلاص، وانتظار النغمة الختامية من صافرة حكم اللقاء عبد الله عرب. المباراة متوترة واضحة، طلال العجمي بيكلم عبد الله عرب، ونجاح لهذا المدرب محمد المشعان في ثاني مباراة يقودها، فريق سجل 5 أهداف المباراة الأولى 3 والآن 2، ويضرب ناقوس الخطر لرفاق فراس الخطيب في المباراة لنادي الكويت. الجهرة راح يواجه الفحيحي، هم راح يواجهون نادي الكويت، مباراة صعبة. خطأ لمصلحة فريق نادي الجهرة، خطأ لفريق نادي الجهرة، لكن أداء واضح لا يرضي أكيد سندنوفسكي. هني المشاركة والخطأ على جمعة سعيد. اللعب ما زال حقيقة متوقف. مبارك الفنيني هناك طايح في أرض الملعب، هذا مبارك الفنيني ما في إلا العافية. الكرة توصل إلى
أنس سيبونوفيتش يلعبها وبيسلمها إلى عثمان حسن. عثمان بيلعبها في منطقة الوسط، تمريرة جميلة ولكنها سريعة على عبد العزيز أسعد وبالرأس يحاول فيها، إنما راية بالأساس على عبد العزيز أسعد وفي أوفسايد. في أوفسايد فريقين التقوا 63 مرة بالدوري، سالمية فاز 40، الجهرة فاز 11 مرة، والتعادل حصل في 12 مباراة. تفوق تاريخي لأبناء السالمية على فريق نادي الجهرة. تلعب الكرة الثابتة من عبد الرحمن الفضلي، بينقلها أمامية بالرأس، توصل بالخطأ بيفوتها، الله ريفاز كان ممكن يمر، ولكن برابو بدر بن صعنون بينقذ مرمى فريقه من هدف محقق، الحقيقة بن صعنون بيحصل على الكرة الماضية، كرة كانت خطيرة وبدر الصعنون بيحصل عليها من انفراد كامل. شوف 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 خطأ طبعا في هذه اللعبة اللي هو عبيد رافع، كرة بتنقل بتوصل إلى عبد العزيز الرسام وبيلعبها لما الكرة ما تعدي، هجمة معاكسة، جمعة سعيد يلعبها، طالت أو راحت من كاروس ريفاز، طالت منه جمعة سعيد. وشوط المباراة الأول للنسيان بالنسبة لفريق نادي الجهرة، الوقت البديل انتهى وبنلعب بساعة حكم المباراة عبد الله عرب. كرة منقولة ومحاولة ويحط بالجول، الله أسعد كان ممكن يسعد الجهراوية بتقليص الفارق أمام المرمى، غير موفق تماما عبد العزيز أسعد في كرة هي يعني الأولى من نوعها في هذا اللقاء في مواجهة حارس المرمى، أو دعونا تقول عن ثاني كرة ضاعت في البداية من أساكا أبودو، وهذه ثاني كرة بيضيعها الجهرة كان محققة، يعني الأولى والثانية محققة، كان ممكن يكون تعادل 2-2 لو حطوها الجهراوية، لو كملوها الجهراوية. كرة منقولة ناحية اليمين، راح نشوف الرسام اللي عادة يطلع ناحية اليمين ما بيغطي عليه فواز العتيبي ويمنعه من تقديم موهبته برفع الكرات بشكل جيد، ويقطع عليه الكرة الماضية. كرة بتوصل إلى ريفاز، كاروس ريفاز بيدخل عليه على طول اللي هو عبد الكريم حسن، ولكن صافرة الختام أيها الأحبة المتابعين لأحداث شوط المباراة الأول تخرج من حكم اللقاء عبد الله عرب بفوز جيد في شوط المباراة الأول للسالمية بهدفين مقابل لا شيء. كان البادئ في التسجيل سانك بير مندي بالدقيقة 17، وأضاف هدف من مشاركة رأسية اللي هو أليكس ليما، وهذه الفرصة الضايعة لفريق نادي الجهرة اللي كان ممكن أن يقلص الفارق إلى 2-1. أيها الأحبة، الإثارة في مباراة هي الأهم في الموسم من حيث النقاط ومن حيث تحديد مصير أربعة فرق. إلى أن نلتقي بكم في شوط المباراة الثاني، أترككم بحفظ الله ورعايته. أما الآن نعود إلى استديو التحليلي وإلى الزميل الدكتور عبد الله الأنصاري وضيوف المحللين محمد الفلشاوي وأيضا فهد الأنصاري، تفضل الصوت والصورة إليك. شكرا للزميل عبد الناصر السهلي. إذا مشاهدينا الكرام، شوط المباراة الأول ينتهي بتقدم السالمية بهدفين، البداية كانت بالدقيقة 16 من هذه التسديدة من محترف الغامبي سام بيير، استغل الأبعاد الخاطئة من حارس مرمى الجهراء بدر الصعنون. البرازيلي ليما عزز تقدم السالمية بالدقيقة 24، إذن هدفين في شوط المباراة الأول. السالمية بالشوط الأول، كابتن فهد الأنصاري، شلون شفت المستوى اللي قدمه؟ أول شيء يمكن السالمية كان فعلا مركز من أول دقيقة، كان الأفضل، كان هو اللي يبادر، كان في تحول، وحتى في الأدوار شفنا عدي الصيفي هو المتواجد كظهير أيسر ودخول فهد مرزوق، وهذه نقطة إيجابية تحسب للدكتور محمد مشعان.
لأن دام أن أنا أبي اللعب على برا فأستفيد من عودي الصيفي كلاعب خط، واستفيد أيضا من مبارك الفنيني كلاعب خط، والاستفادة الأكبر من جمعة وكارس كمهاجمين. نعم الأهداف من كرات ثابتة، ولكن السلمية كان الأقرب للتسجيل طوال هذا الشوط باستثناء 7 دقائق اللي رفعهم حكم اللقاء في وقت بدل ضاع، هجمتين من خطأين لمدافعين السلمية. الجهرة تحصل على فرصتين في نهاية شوط المباراة الأول مثل ما ذكر فهد بالوقت المحتسب بدل ضاع، لكن بال 45 دقيقة ما شفنا الجهرة محمد. يمكن في أول 10 دقائق أو أول ربع ساعة تقريبا كان الجهرة منظم، داش بتركيز جيد أني أنا أكسب الكرة في وسط اللي قبل هدف، اللي هو ما قبل الهدف اللي هذه الحالة. بناء بالنسبة لنادي السلمية يحاول أن يبني الهجمة، ما في حلول بالنسبة لنادي السلمية في الاختراق. شوف لاحظ أن ترجع الكرة يمر نادي السلمية يحاول يبني الهجمة، يحاول يلقى فرصة، ما في فرصة، اضطر أنه يلعب أسلوب اللعب المباشر لأنه ما في فرصة جيدة أو سانحة للتمرير أو تطوير الهجمة بالنسبة لنادي السلمية. كان جيد نادي الجهرة في هذا التنظيم، بس ما بعد الهدف اللي هو اللي من الكرة الثابتة وسقوط أنس أثر ذهنيا على اللاعبين بشكل كبير. أنا بتكلم اليوم حتى التنظيم الدفاعي بالنسبة لنادي الجهرة في الكرة الثابتة غير جيد اليوم. أتكلم عن الهدف الأول، ردة فعل أو إبعاد بالنسبة لبدر الصعنون بهذه الطريقة هو من الحراس الممتازين جدا، ومن الحراس اللي إذا بيبعد الكرة يبعدها مع جنب. إذا بتكلم عن الهدف الثاني اللي هو هذا كتنظيم توقف اللقطة، استخدم نادي الجهرة أسلوب المكس اللي هو تنظيم الدفاعي المكس الزون والمانتومان، 6 لاعبين بالمانتومان و3 لاعبين بالزون. اللاعبين اللي المانتومان أتكلم لك عن عثمان وعبد الكريم حسن وأوساكا ومساعد طراد وخالد صباح وعبد العزيز أسعد، بس شوف منو المان اللي ماسك. لازم أنت كمدرب تعرف إمكانيات لاعبينك. عبد الكريم حسن أنت لو عارف إمكانيات اللاعب عبد الكريم كمحترف، لاعب محترف جيد، أنا ما عندي خلاف في هذا الأمر، ولكن كل لاعب على مستوى العالم فيه له نقاط إيجابية ونقاط سلبية هجومية ودفاعية. أنا في الكرة الثابتة أنا أعلم أن عبد الكريم حسن لا يجيد الكرة الرأسية، دفاعيا غير جيد، في لاعبين هجوميا ممتاز في الكرة الرأسية عبد الكريم ما يجيدها. شلون أنا أخلي عبد الكريم حسن لاعب تارجت على لاعب تارجت مثل أليكس ليما؟ لو ترجع للقطة وشوف تحرك ليما شلون تحرك من وراء عبد الكريم حسن بالرقابة ما هو جيد. فأنا لابد أخلي أفضل لاعب عندي في الكرات الرأسية اللي هو أنس، اللي هو أنس أخليه هو اللي يمسك المان مع ليما. ترى جمعة سعيد صحيح عنده طول ولكن غير جيد في الكرات الرأسية، ما هو مثل ليما. شوف تحركات ليما، عبد الكريم واقف كرقابة ما هو جيد. فأنا ما أخلي عبد الكريم مع لاعب تارجت مثل ليما. يعني مثل هذه الأمور من المفترض من مدرب الجهرة أن يكون دارسها، خصوصا لو نرجع لقبل 4 جولات السالمية كان أكثر الفرق تسجيل من كرات ثابتة، كان المفترض على مدرب الجهرة أن يعرف يتعامل مثل في مثل هذه الأمور. فعلا بداية المباراة قلنا أن مدرب الجهرة عرف أن نادي الجهرة راح يلعب على الأطراف، وبالتالي لعب في 5 مدافعين وحاول أن يغلق خطورة نادي السالمية، ولكن أتت الأهداف بطريقة أخرى وهي الكرة الثابتة اللي أيضا يمتاز فيها نادي السالمية. ولكن ما يصير أنا لما أدرس فريق أدرس جزء وخلي جزء آخر. بالمقابل دكتور أنا في لقطة الصراحة استغربنا جدا، يمكن حتى ما كان معي محمد بأهم مباراة لنادي الجهرة هذا الموسم، تصير لقطة اللي راح تنعرض الحين من غير ردة فعل، من غير احترام للفريق ولبقية اللاعبين، من غير احترافية. أنا آسف على هذه المصطلحات، ولكن نادي الجهرة شوف نادي السالمية والنتيجة 2-0 لفريق السالمية، شوف ردة فعل نادي الجهرة، شوف المحترف اللي يجب أن اللاعبين المحليين يشوفونه مثل، شوف المشي في الملعب وقفته ويأشر والناس قاعدة تركض واقف في الملعب أهمال طالع برا شيء مستغرب. فلما شوف نفس هذه اللقطات اللي احنا لابد أن نتكلم على الأجهزة الإدارية واختيار الأجانب وتأثير الأجانب، نشوف تأثير عبد الكريم على بقية المجموعة، ونشوف تأثير
أوساكا على المجموعة نفس هذا الهدف. في 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 لقطة اللاعبين السالمية يتناقلون الكرة يمكن دقيقتين إلى دقيقتين ونص. شوفوا ردة فعل اللاعبين الجهرة. بالتالي راح تعرف أنت راح تعرف من هذه اللقطة هذه المباراة وين متجهة. يعني هذه اللقطة فهد لها دخل باللي صار في نهاية الشوط وإضاعة إيساكا الهدف أمام المرمى. هذه قبل لا يضيع إيساكا. تخيل أن دكتور أنت اللقطة الوحيدة اللي ذكرناها يمكن أنا حتى محمد فوق اللي ضغط فيها نادي الجهرة. هذه اللقطة. شوف هني إهمال إيساكا ضغط صح؟ وقف طلع برا اللعب ما طالع. شوف اللقطة الوحيدة اللي ضغطوا فيها لاعبي الجهرة. راجع إن الكرة يتلي. حصل عليها ووضعها. وردة الفعل والتسديدة بهالطريقة برعونة. لأن الحالة الذهنية اللي مر فيها قبل هذه اللقطة إيساكا من 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 تذمر من الفريق أو وانا حمله المسؤوليه، هو اول لاعب يجب عليه انه يضغط. اللقطه هذه اضاعها لانه هو كان غير مؤهل وغير مستعد وغير جاهز ذهنيا، خلنا بدنيا والاستعداد. فاللقطات هذه صراحه من المخجل ان نشوفها في الدوري، ومن الصعب ان فريق الجهره يفوز وعنده لاعب نفس إيساكا والحاله الذهنيه اللي قاعد نشاهده. شيء مستغرب بالنسبة لنادي الجهرة، قد تكون هذه المباراة أحد أهم المباريات بالموسم. اليوم فوز الجهرة راح يوصل اللاعب بالستة. بالضبط. أحياناً ترى في مؤشرات، في مؤشرات وفي لها تراكمات وأسباب. هذا الوضع اللي يطلع فيه اللاعب محترف بين قوسين محترف، في له تراكمات. تراكمات أخرى. شنو التراكمات؟ يعني على سبيل المثال كان أحد على سبيل المثال الجهرة. أنا ما أعلم شنو صاير في إدارة نادي الجهرة. هل اللاعب مثلا ما أخذ مستحقات المالية؟ هذا لاعب محترف يلعب عشان الفلوس، ما يلعب عشان الشعار. خل تكون هذه بعين الاعتبار، إنه ما يلعب عشان شعار النادي، يلعب علشان راتب، يلعب بعقد. ما أنا بنتكهن بهالأمور. أنا أقول ممكن اللاعب ما أخذ استنتاج. يا دكتور استنتاج، هذا انا من استنتاجي انا قياسا على الصوره اللي قياسا على اللي ظهر فيه. ترى مو اول مره يطلع في هذا الشكل، مو هذه المباراه الاولى اللي يطلع فيها بهذه الطريقه. ايضا باللعبه اللي طافت امام الساحل ما كان ايجابي، والمباراه اللي قبلها مع القادسيه ما كان ايجابي. فاللاعب مو قاعد يقدم المستوى المطلوب، قاعد يسجل لانه هو مهاجم. فبس يطلع بصوره بهذه الطريقه، لابد في رد من نادي الجهره او اداره نادي الجهره بهذه. لابد ما تطلع لنا لقطه مثل هذه. ننتقل من محترف نادي الجهره الى محترف نادي السالميه. الاسلوب اللي كان يلعب فيه سان بيير اختلف مع دكتور محمد المشعان. بالسابق من النادر ان نشوف سان بيير يتقدم الى الثلث الاخير. نعم. في المباراه اللي طافت تقدم وقدر يسجل، وايضا في شوط المباراه الاول اليوم تقدم وقدر يسجل. وتكلمنا ايضا في المباراه السابقه لما اعطى ادوار لمحمد الهويدي كلاعب رقم 6 انه يحاول انه يستخرج الكره من مناطق السالميه الى مناطق اعلى. مع تقدم سانغ بير اعتقد اللي هو اميز من محمد الهويدي بالذات في الثلث الهجومي، وايضا مع فهد مرزوق مميز جدا في الارض، الا اللقطه اللي انقطعت منه الكره اللقطه الاخيره، ولكن مميز لاعب مميز جدا في التمريرات القصيره. واندفاع وتقدم سانغ بير خصوصا في الكرات الثابته أو الكرات العرضية مع المهاجمين، هذه من أحد النقاط الإيجابية أو الإمكانيات اللي يملكها سانغ بيرغ. أنا بتكلم عن ملخص هذا الشوط. الجهرة في أسوأ يوم له أو أسوأ مباراة حصل على فرصتين. هذا مو معناته نادي السالمية اليوم كان جدا متفوق على نادي الجهرة. نعم هو مسيطر على المباراة، ولكن على السالمية أنه يعي أنه هو بأسوأ يوم للجهرة حصل على فرصتين، وهذه نقطة سلبية جدا لنادي السالمية. نادي السالمية في كدفاع بالنسبة للهجوم، نادي السالمية خطورة نادي السالمية أو أحد مكامن الخطورة في نادي السالمية هي الأطراف. اليوم الأطراف ما كانت بارزة بالشوط الأول. ما كانت بارزة بسبب التنظيم الجيد أو التركيز بالنسبة لنادي الجهرة باللعب المفتوح كحالة لعب. اليوم نادي الجهرة كحالة لعب باللعب المفتوح ممتاز من الناحية الدفاعية، وأيضا يعني نوعا ما في التحولات. انت لما تسكر في هذه الطريقه وفي هذا التنظيم تحتاج شنو؟ تحتاج خطا من نادي السالميه، او اني انا اكسب الكره من خلال الضغط في وسط الملعب من اجل التحولات. لابد ان تكون في فكره هجوميه من خلال التسكير.
لما اولنا انا اغلق المناطق سواء على الاطراف او العمق. شوف اليوم عبد الجهره قاعد يعني يؤدي بشكل ممتاز. اخطاء فرديه من المدافعين بسبب الحاله الذهنيه اللي طلع منها الفريق بسبب الهدفين اللي تسجلوا من كره ثابته. بس كحاله لعب اتكلم عن اللعب المفتوح مثل ما قال فهد، ما يصير انا اركز على حاله وانسى الحاله الثانيه. اجتزئ الفريق من خلال الدراسه. انا يعني اثق تماما ان الفريق او الجهاز الفني بالنسبه لنادي الجهره ما درس نادي السالميه كتحديد مراكز او كتحديد اللاعب المراقب في الكرات الثابته. لكن هذه المباراه تحديدا اكيد الجهاز الفني يعي اهميتها. يمكن تابعنا بالنقل وجود ساندي على الخط، من النادر ان ساندي يتواجد صحيح. على الخط صحيح. ممكن صحيح كلامك هذا او ملاحظه ممتازه بالنسبه لوجود ساندي اليوم على الخط. بس انا اتكلم كتحضير للمباراه، كتحضير عام للمباراه لابد اني انا اعمل على جميع التفاصيل. احنا ليش نقول في تفاصيل صغيره؟ انزين نقول كالمصطلح هذا تفاصيل صغيره، ولا انا عارف ولا انا فاهم شنو معناه تفاصيل صغيره. الكره الثابته ما هي تفاصيل صغيره، الكره الثابته تفاصيل كبيره بالنسبه لاي فريق في كره القدم. اليوم كره القدم اليوم الكرات الثابته تفوز فريق من ولا هجمه، فرصه واحده من كره ثابته كورنر او فاول على او فاول جانبي يفوزك من المباراه. فاليوم لابد التركيز على جميع حالات كره القدم. هذا بالنسبه للشوط الاول، المطلوب من المتقدم السالميه في شوط المباراه الثاني فهد. اعتقد ان الحفاظ على نفس الاسلوب بالذات في الدقائق الاخيره اللي كان يمرر تمرير السهل واستدراج لاعبين السالميه للاعبين الجهره عفوا لمنطقه السالميه، وبالتالي راح يستخدم المساحات الموجوده. انا استغربت يمكن دكتور على ان ساندي موجود، على نقطتك ان ذكرت ساندي موجود في الخط، توقعت ان 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 قومت على الخط انه راح يكون في بلان بي، خلاص اصعد عبد الكريم، اودي خالد صباح كظهير ايسر، اودي طارق العجمي كمهاجم ثاني، ولكن تفاجأت انه استمر بنفس الاسلوب وكان تعليمات يمكن بسيطه لإساكا. بالنسبه للسالميه في الشوط الثاني مثل ما الكل عارف، بس كلام عن الجهره كحلول بالنسبه للشوط الثاني. خليني اخلص من السالميه. السالميه واللي نعرفه عن الدكتور محمد المشعان، برغم تقدمه بالنتيجه ما يلعب باسلوب انتظار الخصم في مناطقه، الاعتماد على الهجمات المرتده. سيناريو مباراه اليوم هو سيناريو مكرر للمباراه السابقه امام النصر. صحيح. قدر السالميه يتقدم في شوط المباراه الاول، لكن تحصل النصر على اكثر من فرصه في شوط المباراه الثاني، وكان ممكن تكلف السالميه التعادل في هذه المباراه. اليوم السالميه لازم يكون حذر في الشوط الثاني محمد. صحيح، التركيز الذهني يعني لابد انه يكون مطلوب من عدم استقبال اي هدف في اول 20 دقيقه من نادي الجهره. اذا استقبل الهدف ممكن يرجع نادي الجهره للمباراه. بس انا اليوم اقول من الجهاز الفني بالنسبه لي نادي شلون يرجع الجهره للمباراه، لابد انه يغير الرسم التكتيكي باللعب بال 4-4-2، يخرج احد المدافعين والاقرب هو مساعد اطراد. خروجه اليوم والعب بمهاجمين، اطلع اوساكا السلبي اليوم من في الشوط الاول بالنسبه لي، مو بس لانه فنيا، لانه قاعد يخرب المنظومه. اليوم انا لاعب يطلع من جو اللعب بهذه الطريقه، انا طالع برا ما تشوفها صعبه نجم الفريق لا الاول؟ مو صعبه دكتور عبد الله، اللاعب اللي خرب المنظومه هذا مكان البنش مو مكان الملعب. ابي اللاعب اللي يبي يلعب من قلبه واسمي لك، قلت لك اطلع مساعد راده لاعب يوسف الرشيدي كلاعب مهاجم، بالاضافه الى عبد العزيز مروي يلعب مكان اوساكا، العب بمهاجمين ممكن يضغطوا لي، لاعبين صغار عندهم المهاره يقدرون يحافظون على الكره. يوسف رشيدي من المهاجمين الواعدين اللي انا اشوف فيه مستقبل، لابد انه ياخذ فرصته، ولاعب متعطش للمشاركه. افتقد الجهره اليوم عمرو الزكري في هذه المباراه، عمرو الزكري ورودريجو. اليوم رودريجو كان مؤثر اكثر من عمرو الزكري بالنسبه لي. رودريجو كان هو اللاعب اللي يعمل لك الزياده العدديه في البوكس. اليوم انا ما شفت لاعبي الوسط من عثمان او عبيد رافع تواجدهم في 18 في الحاله الهجوميه، فوجود رودريجو او غياب رودريجو زائد عمرو الزكري ايضا مؤثر بشكل كبير على منظومه. محمد شاف ان عزيز مروي حل في شوط المباراه الثاني، واضح ان عزيز مروي مثل ما ذكر الاخوان بالاعداد راح يدش في بدايه هذا الشوط، لكن عزيز مروي بديل لإساكا او يكون بجانب إساكا فهد؟ من وجهه نظر انه يكون بجانب إساكا. نعم الحاله الذهنيه اللي مر فيها إساكا غريبه نوعا ما، لكن لابد انها تنحل في بين الشوطين. واعتقد انه بعد اذا سجل السالميه هدف ثالث اتوقع راح تكون فرصه جيده لعوده مساعد ندى للمشاركه في المباريات. فاعتقد انه في اكثر من لاعب، ايضا فيصل النزي
اللي ما شفناه يشارك في فترات سابقه. اعتقد انه راح تكون بعد اذا سجل السالميه قدر يسجل الهدف الثالث راح تكون في فرصه جيده لبعض الاسماء الموجوده في دكه السالميه. جميل، خلونا ننتقل مشاهدينا الكرام لمتابعه شوط المباراه الثاني بين الجهره والسالميه هناك مع الزميل عبد الناصر السحلي. شكرا للزميل الدكتور عبد الله الانصاري وضيوف المحللين محمد الفلشاوي وفهد الانصاري. احبتي المتابعين في كل مكان عبر الرياضيه الكويتيه، احييكم اجمل تحيه في شوط المباراه الثاني للحديث حول اهم مباراه في الموسم نقطيا لاهميتها لاربع فرق. الجهره يخسر خارج ارضه في الشوط الاول من استاد ثامر هنا بهدفين مقابل لا شيء. للسالمية سجل الهدف الأول اللاعب سانغ بير وأضاف ثاني الأهداف أليكس ليما. الجهرة راح يلعب بأسلوب هجومي في الشوط الثاني، محاولة جهروية مع بداية اللعب الشوط الأول من كرة عرضية قدمها طلال العجمي ولكن مرت وعدت بسلام. أجرى ساندي سندريفسكي مدرب الجهرة تبديل هجومي بإخراج المدافع إنس سيبوفيتش وأشرك مكان المهاجم أو تحت المهاجم عبد العزيز مروي. محاولة إلى أساكا أبودو يلعب كرة لكن ما مشت معاه. أساكا أبودو بيحاول يعدي وكرته بتطلع إلى ضربة ركنية. ضربة ركنية، هذا ضيع انفراد الحقيقة في شوط المباراة الأول ما يضيع وتحسب على هذا اللاعب ضياع كرة عند نقطة الجزاء تقريبا، كان ممكن يختار زاويته وينهي على الأقل الشوط الأول بهدفين مقابل هدف. لدينا عبد العزيز مروي مع أول لمسة له في شوط المباراة الثاني راح ينفذ الضربة الركنية بتلعب الآن وبالراس يبعدها عدي الصيفي. كرة بتتنفذ لكن توصل إلى عبد الكريم حسن. عبد الكريم بيرجعها إلى الخلف ناحية مساعد إطراد اللي يتأخر ويلعبها مرة ثانية إلى عبد الكريم. عبد الكريم يلعبها أمامية إلى طلال العجمي. طلال بينقلها ناحية اليسار إلى من عثمان حسن إلى عبيد رافع. الجهرة ما عنده شيء يخسره لأن الوضعية صارت صعبة بالنسبة له، لازم يلعب للهجوم للانتصار حتى يحسم أوراق التأهل. الكرة في ملعبه وفي أقدامه أكثر حتى من السالمية، كرة بتنقل عالية لذلك الجهرة يفوز يتأهل، بينما السالمية حتى وإن فاز ينتظر المباراة الأخيرة. راح يصير عنده 22 نقطة راح يتشارك مع الجهرة، فيحتاج الفوز في هذه المباراة والمباراة القادمة والانتظار حتى اللحظات الأخيرة لمعرفة الفريق المتأهل. لذلك حظوظ الجهرة بين أقدامه في هذه المباراة للمنافسة على اللقب أو دخول مجموعة الستة المنافسة على اللقب. كرة منقولة توصل عبد العزيز مروي، ترجع مرة ثانية عبد العزيز. عبد العزيز بيلعبها إلى العجمي لكن تمريرها بالخطأ. في سوء تفاهم في بعض اللعبات الجهراوية تفقد للجهرة قيمة الجمل الهجومية للوصول إلى مرمى السالمية. انطلاق عبد العزيز لكن كرة ما تمر وبيخلصها اللاعب خالد وليد، بياخذ رمية تماس أو رمية تماس للسالمية. رمية تماس للسالمية، هذا عثمان حسن. جمعة سعيد، شوط المباراة الثاني انطلق منذ ثلاث دقائق. تشكيلة السالمية نقولها على عجالة بحراسة المرمى عبد الرحمن الفضلي،
الدفاع علي نادر، فهد المجمد، أليكس ليما، وعدي الصيفي في النص، فواز العتيبي، فهد مرزوق، سانغ بير، ومبارك الفنيني في المقدمة، كارلوس وجمعة سعيد. بينما كتيبة ساندي سنوفيسكي الجهراوية بحراسة المرمى بدر بن صعنون، في الدفاع عبد العزيز الرسام، خالد وليد، وعبد الكريم حسن. في النص يلعب مساعد اطراد وعبيد رافع وعثمان حسن وطلال عجمي، والمقدمة لدينا عبد العزيز حسن وايضا مروي، كرة ملعوبة وبحاول ريفاز الكرة معه، بحاول يعليها الان اي الراية، وايضا اساكا ابودو، ريفاز بيحاول لعبه، انما فكره سليمه ولف جسمه وشات بيساره لكن ما تمر، كره تروح الى ابودو، كره معاه، بيحاول فيها ابودو، ينتظر المسانده، يتراجع ابودو، في بطء في اداء هذا اللاعب اساكا ابودو. الكره بتنقل ناحيه اليمين، ملعوبه ما تعدي، ترجع الى مساعد اطراد، الى عبيد رافع بيقدم الكرة الأمامية، تنقل ناحية اليسار إلى أساكا أبودو، بيلعبها وين يا أبودو، تمريرة بالخطأ من أساكا أبودو وبتطلع سريعة إلى برا الملعب. هذا اللاعب حقيقة لم يقدم ما هو مأمول منه من جانب جماهير الجهرة ومحبين الجهرة، أداء غير مرضي في الشوط الأول، ضيع انفراد في المرمى، في بطء وثقل في حركته في أرضية الملعب، وشاهده في انتقاله من اليمين لليسار، وهو مطلوب أن يكون أسرع ولاعب مهاجم. كرة بتنقل تطلع إلى برا الملعب، برا ملعب، رمية تماس، رمية جانبية للجهرة، الجهرة مطالب بتحقيق هدفين حتى يتعادل على الأقل أمام السالمية اللي يلعب في داره وبين أنصاره، ريفاز الكرة معاه، فريق نادي السالمية يحاول فيها الآن الفنيني إلى جمعة سعيد، جمعة الفنيني، تفاهم ثلاثي الآن مع العتيبي ويحطها، الله، برافو، مسكر زاويته بدر بن صعنون ومغطي صحيح، وبالتالي يطلع الكرة إلى ضربة ركنية، برافو بدر بن صعنون حارس المرمى الذي يواجه ناديه السابق نادي السالمية، كان يلعب في نادي السالمية وبيغطي بشكل جيد ويمنع الهدف الثالث لمصلحة فريق نادي السالمية، وأيضا حارس مرمى كاظمة والساحل كذلك. الضربة ركنية للسالمية بيلعبها عالية وبالرأس، الله الله ريفاز ليما مرة ثانية، والجهراوية يشربون من نفس الكاس مرة ثانية، نفس اللاعب ليما بيطير ما حوله أحد، وعبد الكريم حسن، هذه المرة الثانية أيضا يطير لها البرازيلي ليما طيار المدافعين، في السالمية، بيسجل هدف الأمان، هدف الثالث في الدقيقة 52. أليكس ليما القادم من الخلف، شوف بالتخصص، الله طار لها، والعتيبي راح، هو اللي علاها، الحارس طلع بمرمى بتوقيت غير سليم، والمدافعين يتفرجون على ليما طيار المدافعين في الجهة الهجومية، طيار مدافعي السالمية، بيسجل هدف ثاني بنفس الطريقة، ما تعظ فريق الجهرة ولا مدربه ساندروفسكي من هذا اللاعب بالتخصص، بيسجل ثاني الأهداف وثالث الأهداف في المباراة بشكل عام، 3-0 تعقدت المهمة على الجهراوية، تعقدت تماما، 3-0 صعبة شوي، صعبة انك تقلبها 4، قد 2 ممكن تكون 3-2، 3-3 الوضعية صعبة، ويعني وخلونا نكون واقعيين، يعني لو بتمطر كان غيمت، ما شفنا يعني محاولات جهراوية حقيقية،
في خط النص مقهر قادر على افتكاك الكرة، مهاجمين الحقيقة غير مترابطين. نعم شفنا عبد العزيز مروي في الشوط الثاني، شفنا أيضا محاولة، لكن أين الترابط في نص الملعب؟ أساكا أبودو ليس اللاعب اللي ممكن ينقذ الجهرة ويسجل في هذه المباراة. كرة ملعوبة عرضية، عموما الجهرة يحتاج إلى مجهود مضاعف كبير إذا أراد أن يحقق المفاجأة وأن ينتصر. نعم الكبير الحقيقة يبقى كبير، والسالمية إذا ما وصل إلى دور الستة الكبار تعتبر مفاجأة من مفاجآت الموسم، مع كل الاحترام والتقدير لنادي الجهرة الذي لم يفقد أبدا إمكانية الوصول عند مباراة أخيرة أمام فريق الفحيحيل، والوضعية ما زالت الآن اللي بيحصل في جدول الترتيب أمامي أن السالمية راح يتشابك مع الجهرة في عدد النقاط، لكن هو متفوق عليه في المباريات، ما أخذ هدفين في المباراة الأولى بدون رد، هنا ثلاثة أهداف في استاد ثامر. إذن وضعية الجهرة راح تكون مصيرة أمام رفاق فراس الخطيب اللي جالس يتابع ويكتب ويدون نقاط القوة والضعف في فريق نادي الجهرة اللي هو معني في مباراة الأخيرة. كرة ملعوبة بتوصل للعجمي، ولكن شيلها والله شقال صح أليكس ليما، إن بقيتها بالدفاع يدافع، إن بقيتها في الهجوم فهو تحت الطلب، مهاجم طيار تحت الطلب في فريق نادي السالمية. اللاعب البرازيلي هو وصل للمرمى أمام النادي العربي سجل، أمام الفحيحيل سجل، قدام النصر سجل على الكويت في كاس سمو ولي العهد، يعني مدافع هداف، وبالتالي هذا المحترف اللي يفيدك، هذا المحترف اذا بالموسم يجي يعطيك، مو هو مدافع وقلب دفاع يعطيك بموسم 6 اهداف، هذا وين تلقاه مدافع ويعطيك بموسم 1 6 اهداف؟ فهذا شيء زين الحقيقه، 2-1 بالنسبه للمدرب محمد المشعان امام هذا اللاعب المختص في التعامل مع الكرات الهوائيه والكرات الثابته. كره بتنقل توصل لفريق نادي الجهره في وضعيه صعبه، الله يكون بعونه في هذه المباراه، شلون راح يتعامل، شلون راح يتصرف؟ كرة بتوصل الآن إلى المروي يلعبها، ولكن أساكا وكرة سهلة إلى حارس المرمى اللي هو عبد الرحمن الفضلي. أليكس ليما حارس المرمى أقل لاعب في فريق نادي السالمية جهدا في شوط المباراة الأول، إذا استثنينا انفرادين هي ضاعت، ما صدت كرة منها، يعني ضاعت من لاعبي الجهرة. توصل إلى بدر بن صعنون حارس مرمى الجهرة اللي شباكة استقبلت 3 أهداف سلموية، 2 منهم برازيلية برأسيات أليكس ليما. كرة بتلعب إلى أبودو، لودو سكروا عليه 2، وفي خطأ لمصلحة السالمية، والخطأ على اللاعب اللي هو علي نادر لاعب نادي الشباب سابقا، شوف لعادة حاول يخترق هنا في دفعة في البداية من سانغبير، دفعة من لاعب سانغبير، ولكن بعد ذلك أيضا جاءت مشاركة وضربة حرة لمصلحة فريق نادي الجهرة. فاول 57 دقيقة في أحداث هذا اللقاء، ضربة حرة جهراوية على يمين حارس مرمى السالمية عبد الرحمن الفضلي، تلعب الكرة ويلعبها عالية، وين راحت بعيدة الحقيقة ولم تشكل أي خطورة. هذه المباراة أيها الأحبة هي اللي تسبق مباراة الكويت مع النصر، راح تقام في استاد نادي الكويت بعد هذا اللقاء الساعة 7:30، هي مباراة الذهاب، مباراة الذهاب انتهت بتعادل النصر والكويت بـ2، كرة فيها فاول، تعرض فواز العتيبي لإعاقة على الجهة اليسرى، كرة بتنقل إلى الجهة اليمنى وبيلعبها أمامية. دوري الستة الكبار أيها الأحبة راح ينطلق في 19 مارس بطريقة ذهاب وعودة، هذه تسديدة لكنها سهلة، كان ممكن يشوت
19-3 راح تكون بداية القسم الأخير ومجموعة الستة الكبار المنافسة على اللقب في 19 مارس، وستكون قرعة قبل بداية القسم الثالث في منافسة الدوري. كرة بتتنفذ، محاولة للمرور عبد العزيز أسعد، ولكن الكرة بتطلع إلى برا ملعب، رمية جانبية، رمية تماس، عبد الله عرب كلم اللاعبين ويقول أنا يعني موجود هنا. شوف الإعادة، مشاركة سانكبير، أعطى حكم اللقاء الأسبقية ولكن رجع لقراره، هناك فاول، حكم المباراة يديرها بشكل جيد على الرغم أن هي مباراة هي من الأصعب المباريات في الموسم على أي مدرب، لظروفها لصعوبتها، كرة ملعوبة وبالرأس عبد الكريم وتلحط، حط الله أبودو يراضي جمهور الجهرة، يراضي جمهور الجهرة بعد ما ضيع انفراد في الشوط الأول بشوتها ويحطها في الجول أبودو، وبيقلص النتيجة 3-1 لاحظ الكرة، لاحظ المتابعة، شوف الكرة نازلة من ناحية أبودو وبتركيز عالي بيسجلها من كرة لعبها ورفعها عبيد رافع وراحت من اللي هو عبد الكريم حسن. هل هو حضرها عبد الكريم ولا لمسته بالصدفة؟ لاثنين من لاعبين وراحت بعد ما شارك فيها مساعد طراد، آخر لاعب قبل أبودو هو مساعد طراد. حكم اللقاء ينتظر غرفة الفار هل يؤكد ويعتمد الهدف أم هناك أمور أخرى للتأكد، يبدو لنا ما فيها شيء، قرار سليم ولكن ننتظر حكم المباراة. هدف أول، دقيقة 60 للجهرة، راح تحمل مباراة في الدقائق القادمة. 3-1 على فكرة التعادل حتى ما راح ينصب يعني كثير لمصلحة الجهرة، لأن راح المواجهات المباشرة ممكن بالأخير، طبعا أتحدث، لكن التعادل هو أفضل من الخسارة بكثير لأنه راح يصير عنده 23 نقطة والسالمية راح يصير عندها 20 نقطة، وتبقى مباراة الأخيرة يفوز الجهرة. كرة ملعوبة بتوصل تنقل مرة ثانية إلى نادي الجهرة، جملة هجومية عكسية بيلعبها الآن لكن ما تمر، المجمد بيخلصها بشكل سليم، تعود إلى فريق نادي الجهرة، بيسلم الكرة إلى ليكس ليما، ليما إلى عدي، عدي بيسلم إلى الوسط ناحية فهد مرزوق، إلى عدي، عدي الدولي الأردني لاعب منتخب النشامة اللي لعب أكثر من 100 مباراة مع منتخب بلاده، وهو يعتبر عميد المحترفين في الكرة الكويتية، 12 موسم 12 سنة في الدوري الكويتي، والله عمر عدي الصيفي وأحد النجوم الكرة الكويتية من المحترفين. كرة منقولة بيلعبها إلى الفنيني ولكن جمعة سعيد، كرته بالطول، جمعة سعيد لا يقدم يعني الأداء المعتاد لهذا اللاعب، في بطء أيضا، كرة منقولة، محاولة طافت من عدي تنقل إلى أساكا، أساكا أساكا يحطها إنما ما تمر. أساكا إذا اشتغل وإذا قدم مستواه المتوقع ممكن يسجل، سجل هدف وممكن ترتفع معنوياته في شوط المباراة الثانية، إن لاعب يعرف طريق المرمى. أساكا أبودو سجل هدف الآن، أساكا أبودو لديه 9 أهداف في دوري زين، ثلاثية هاتريك على الفحيحيل، ثنائية على القادسية، هدف على كاظمة بالقسم الأول وسجل بمرمى كاظمة في القسم الثاني، كرة ملعوبة وأمام النادي العربي بالقسم الثاني. إذا اللاعب يعرف طريق المرمى، إذا كان في يومه راح أكيد راح يسبب إشكالية كبيرة لفريق نادي السالمية. كرة إلى خارج ملعب، يبدو لي في تبديل، الجهرة بيدخل معاذ لعنزي ويستغني عن خدمات عبد العزيز أسعد. معاذ لعنزي إذن يشترك في هذه الأثناء بدقيقة 63،
يدخل بالدقيقة 63 معاذ العنسي يعوض عبد العزيز أسعد. راح نشوف تبديلات السلوفيني ساندونوفسكي. أموره تصعبت ولكن ما في شيء مستحيل في عالم كرة القدم. هذا معاذ، أول لمسة لمعاذ، رايح معاذ بيحاول يعدي معاذ لكن يسقط في منطقة 18 وهو بتطلع إلى ضربة ركنية. معاذ بيطالب بضربة جزاء، إيد ينبهها وإيد ثانية حطها على بطاقة البطاقات. لا تعترض، لا تحتاج، شوف اللي عادة، شوف 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 هل في إعاقة من فهد المجمد؟ هل في بلنتي مثلا؟ سقط الوحدة وتعثر. ضربة ركنية، ضربة ركنية لمصلحة فريق نادي الجهرة اللي تنفس الصعداء بعد تسجيل اللاعب أبودو من كرة كانت دربكة ونازلة له بالدقيقة 60 من أجل تسجيل هدف ثاني وعمل انقلاب دراماتيكي صعب لكنه مو مستحيل في عالم كرة القدم لأصحاب الهمم والإرادة. الله الله، لا لا، معنويات ارتفعت، معنويات ارتفعت بعد ما سجل هدف. بدأ يشتغل، بدأ يشتغل عباد أساكا أبودو. الشوط الأول ما كان مثل الشوط الثاني، ما كان مثل الشوط الثاني. هذا لو لابسه معاه، لو لابسه معاه كان خلص يعني الأمور بشيء كثير. تصير 3-2، باقي هدف، باقي هدف يكون. عموما الجهرة والجهراوية قادرين على تحقيق نتيجة غير مستبعدة، تعادل ممكن، الفوز صعب لكن مو مستحيل. السالمية أداء أقل من شوط المباراة الأول، تراجع وأعطى الفرصة لنادي السالمية اللي الآن، نادي الجهرة اللي الآن هو الأفضل. كرة بتنقل، بيحاول فيها الآن المجمد، بيرسلها إلى مبارك الفنيني لكن تمريرة بدون عنوان بالخطأ تنقل إلى عثمان. عثمان، عثمان الكرة معاه، طلع له أبودو لكن يسلمها معاذ اللاعب اللي اشترك قبل لحظات. معاذ داخل المنطقة بيسلم وبيحاول فيها بمور، بعد بالجول. الله 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 على الكرة لو داخلة. عبد العزيز مروي لف جسمه وكرة حلوة من معاذ. معاذ شوف 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 معاذ، شوف معاذ شلون عدى نفسه، شوف شلون. الله الله لو ماشية، الله لو ماشية وحاطها في الزاوية اللي على يسار حارس المرمى. شوف الدفاع الحقيقة متباطئ ولاعب سريع ولاعب الحقيقة جيد مروي. عبد العزيز مروي اللي دخل في شوط المباراة الثانية لو صاد الزاوية الثانية، الزاوية اللي بعيدة، لكان هناك هدف ثاني. تبديل سلماوي بدخول اللاعب مهدي دشتي. مهدي دشتي راجع من غياب بعد إجازة خاصة، ياخذ انذار فهد مرزوق لتباطئه في الخروج. مهدي دشتي يلعب في هذا اللقاء، كان غايب في المباراة الماضية. وانذار لفهد مرزوق في الدقيقة 67. هذا حارس المرمى عبد الرحمن الفضلي، شباكة تهتز، تلعب الكرة أمامية. ثلاثة واحد، ثلاثة واحد. كرة بيحولها ناحية ريفاز، ريفاز طالت الكرة منها، الكرة ما زالت بيحاول يلعبها داخل المنطقة السالمية إلى فواز العتيبي. فواز بيلعبها، بيلمها لنفسه بشكل جميل، كرة ملعوبة، بينقلها الآن إلى مندي، مندي شايت إنما برا ملعب. حلوة الكرة وحلوة الموجة السلموية السريعة لكن الكرة عدت ومرت بسلام. فريق النواخذة ما زال متقدمين، فريق نادي السالمية اللي حقق بطولة الدوري أربع مرات، أولها موسم 80-81 وآخرها موسم 99-2. شال كأس سمو الأمير مرتين. كرة منقولة، عدي
بيحاول فيها نما ماتمور. وبتوصل إلى حارس المرمى بدر صعنون. بيسلم الكرة إلى الرسام. بيلعبها ناحية اليمين. ننتظر عرضية جهراوية. بيلعبها في 1-2 وتفاهم جيد إلى بودو. عبد الكريم حسن تأخر. عبد الكريم حسن تأخر في اللعبة الماضية. كانت حلوة ومتعوبة ومرسومة. فواز العتيبي حاول يمر من العجمي. الكرة معاه بتنقل وتوصل إلى عثمان حسن. سلمها لعبد الكريم. عبد الكريم كرة معاه بيحاول يمر. يا سلام على التمريرة إلى العجمي. طلال بيسلم إلى عبد العزيز مروي. ينقلها إلى بودو. وبودو الكرة معاه بيحاول فيها إلى مروي مرة. سريعة. وتطلع إلى برا الملعب. ركلة مرمى. نقترب أيها الأحبة المتابعين مشاهدينا في كل مكان عبر الرياضية الكويتية. ونرحب بكل من ينضم إلينا. باقي تقريبا 20 دقيقة على نهاية أحداث شوط المباراة الثاني. 20 دقيقة. اليوم السالمية بقيادة محمد المشعان المدرب الناجح الحقيقة، سواء مع نادي النصر وإن كانت النتائج ما تطوعه، لكن يعد من النتائج يعني مدربين الناجحين. يعني هذا الموسم على فكرة في أمور غريبة حصلت، يعني في أندية مدربينها قاعد يقدمون مستويات جيدة، لكن يعني في أرض الملعب ما في توفيق. يعني الليلة مثلا المدرب محمد المشعان لما كان مع النصر وقبل أن يتعاقد مع السالمية كان يقدم أداء جميل، لكن النتائج تخذله، خذلت كثير من النتائج. أعتقد مع النصر مر في ظروف صعبة، أبرزها البطاقات الحمراء اللي تحصل عليها لاعبينه. كرة منقولة توصل إلى مبارك الفنيني، حصل عليها مهارة مرونة سرعة، يلعبها إلى عدي عميد محترفي الكرة الكويتية، يلعبها إلى مندي إلى فواز. الكرة معاه زميلة يقوم بالسلامة، ما في شيء علي نادر. الكرة معاه بيسلم إلى ريفاز بيعدي من ناحية عبد الكريم حسن. ريفاز يحاول يمر من عبد الكريم حسن، يتراجع يلعبها إلى فواز داخل الكرة المرمى، يلعبها العرضية. هذه يبيلها متابعة. يقدمها بشكل جيد، لكن ما في لاعب يحطها، ما في لاعب يحولها إلى المرمى. هذه من الكرات اللي يبيلها متابعة. كرة تمر، هدف الرابع أعتقد راح ينهي الأمور بالنسبة للسالمية، راح يخلص المباراة. يحط الهدف الرابع أعتقد راح تخلص المباراة. كرة بتلعب على طول بينقلها، ولكن الكرة ما تعدي، توصل إلى عدي بيلعبها، تطلع إلى برا ملعب، رمية جانبية. رمية تماس تتنفذ، توصل للجهرة. الجهرة حتى الآن ما سلم المباراة بعد، لذلك الهدف الرابع ربما يعني يخلي أداءه يقل. كرة ملعوبة ريفاس بيحاول يعدي، بيلعبها لجوعة سعيد، عطى ريفاس. جوعة سعيد كرة معاه داخل منطقة 18، انفراد بالمرمى فاضي، حط في الجول. الله الله الله. جمعة سعيد بربع المباراة من كرة. خلاص يقضي ربما على أمال الجهروية برابع الأهداف. مروا عبر الأسبراني جمعة سعيد. الله 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 الله. الكبير يبقى كبير. والسالمية بقيادة المشعان تأتي الشعلة من جديد ويشتعل نشاطا فريق نادي السالمية. شوف المرور، شوف ريفاس شلون عدى، شوف جمعة لف يمين ولف يسار وعدى من الاثنين والحارس وياهم وكمل. وتحلى المباراة، خمسة أهداف في المباراة. شوف المرور، شوف شلون عداها، شوف شلون حطها، شوف. وبالتالي السالمية قاعد يقدم لنا متعة، قاعد يقدم لنا فرجة في هذه المباراة بقيادة المشعان. حكم اللقاء يتأكد من الهدف. جمعة سعيد، إذن هدف
بالدقيقة 73. هل كان في تسلل؟ لا ما فيها تسلل، راجع من المدافع، راجع من المدافع. كيف يصير فيها تسلل؟ ما فيها تسلل، الكرة راجعة من المدافع، شوف راجعة من المدافع، بما أنها راجعة من المدافع إذا ما فيها تسلل أبدا، لا يمكن أن يكون هناك تسلل. يعني هذه من أبجديات قانون كرة القدم، بما أن الكرة راجعة من المدافع. حكم المباراة ما زال يتأنى، وهذا هو أيضا حكم المساعد. الكل ينتظر محمد العطار في غرفة الفار، وعمر الشطي AVAR، وهدف هدف يتم التدقيق عليه. لا أريد أن يعني أعطي قراري، وإن كانت الكرة واضحة للعيان بأنها راجعة من مدافع، وبالتالي معروف كرة القدم لا يمكن أن يكون تسلل والكرة راجعة من المدافع، فبالتالي راح يشوف حتى يطمئن قلبه. حكم اللقاء الحكم عبد الله عرب بقرار من محمد العطار. شوف 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 منو اللي مسها آخر واحد، منو اللي مس الكرة آخر واحد. نشاهد الإعادة ونشوف الفار. نعم المدافع رقم 5 الجهراوي وهو مساعد إطراد آخر من لمس الكرة، آخر من لمس الكرة، وكان جمعة سعيد متسلل لكن راجع من المدافع اللي قدمها له إطراد، اللي قدمها له مساعد إطراد. شوف 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 هل لمست؟ إذا لمست ريفاز فيها تسلل، إذا ما لمست هدف قانوني. إذا لمست فيها تسلل. شنو يقول حكم اللقاء؟ اعتبر أنها لمست، اعتبر أنها لمست، إذا اعتبر أن الكرة لمست. أنا يعني إذا شفت إذا الكرة لمست كبست ما انتبهت لها، طبعا الحكم هو أبخص. الكرة لمست ريفاز، فإذا راحت من ريفاز فالتسلل طبيعي، لكن إذا ما لمست ريفاز فأعتقد ما فيها تسلل. يبقى حكم مباراة صاحب القرار. عموما خروج العجمي في هذه الأثناء، كرة بتنقل توصل ناحية اليمين، يعني كرة صعبة، لذلك حتى الحكم الفار طلب من الحكم ساحة عبد الله عربي يشوف اللقطة. واعتقد ان الخبير التحكيمي اللي هو مشعل السعوسي لهذه المباراة راح يعطي رأيه في لقطة يعني مثيرة للجدل، في رأيي مثيرة للجدل. انا اقولها والقانون واضح، إذا رد من المدافع فما فيها تسلل. كرة ملعوبة جمعة سعيد، يلقي هدف جمعة سعيد، جمعة سعيد مرة ثانية بيحاول مور، جمعة سعيد كرة معاه أمام المرمى بيحاول يعدي ويعدي الآن ويقدم كرة عرضية إلى الفنيني، الفنيني الفنيني يحطها، أوه حلوة حلوة الفنيني، لكن اعتلت العارضة، اعتلت العارضة، اعتلت العارضة. جمعة سعيد بيحضر كرة في تبديل للسالمية، عذبي شهاب مكان الاثنين، عذبي شهاب مكان مبارك الاثنين. طبعا لو كان في هدف الموضوع ربما شبه منتهي، لكن شوف الإعادة لعبها إلى مبارك الاثنين اللي كان في منطقة فاضية لكن كانت خلف الكرة، وحاول يلعبها بالزاوية، تسديدة جيدة لكن اعتلت بقليل العارضة لنادي الجهرة. نلعب على بعد 13 دقيقة أحبتي المتابعين، الوقت يعني يسير سريعا على الجهراوية، بطيء على السلموية. كرة منقولة من عبد الكريم حسن بيسلم إلى عبد العزيز أو اللاعب اللي تو نازل اللي هو محمد باجية، محمد باجية. كرة بتنقل إلى مساعد إطراد إلى الرسام، بيحول الكرة إلى عثمان، عثمان حسن بيسيطر على الكرة يلعبها إلى رسام عبد العزيز، رسام بيحاول المرور وفي فاول لمصلحة الجهرة، فاول للجهرة. شوف الإعادة، حاول يمر عبد العزيز رسام لكن ضايقه اللاعب عذبي شهاب اللي توه نازل ويرتكب خطأ.
فريق نادي الجهراوية وأميات جماهيرهم بتحقيق نقطة على الأقل اللعب. إنما شالها المدافع ويتابعها. كرة ما طلعت، ما زال الضغط الجهراوي مستمر. الكرة بتنتقل إلى من محمد باجية بخطأ، توصل إلى ريفاز، إلى جمعة سعيد، 3-1. اتأخر جمعة لكن راحت للعتيبي وبيخلصها. دفاع الجهرة، عثمان إلى عبد الكريم حسن، اللاعب الدولي القطري، بيسلم الكرة في منطقة الوسط إلى أبودو بيحاول، أبودو بيشوت، تصطدم الكرة وترجع له مرة ثانية أبودو، ورمية تماس للجهرة، رمية جانبية للجهرة. بعد هذا اللقاء ستكون مواجهة أيضا مهمة بالذات لنادي النصر أمام نادي الكويت، مهمة صعبة للعنابي اللي يحتل المركز الثامن قبل بداية هذه الجولة أو قبل بداية هذه المباراة بالأحرى. كرة ملعوبة لوين، الخطأ من المجمد ويرجعها إلى حارس مرمى بدر الصعنون. كرة بترسل ناحية نادي الجهرة من الجهة اليسرى، محاولات مستمرة، بيد رافع يتأخر، هو بيسلم إلى محمد باجية لكن الكرة ما تمر، كرة ما تمر، طلعت رمية تماس للجهرة، طالت من مهدي دشتي، هذا هو مهدي دشتي، وبتطلع إلى برا ملعب لاعب منتخب الكويت مهدي دشتي، وبيد حارس المرمى تواجد مع خليجي 25. عبد الرحمن الفضلي بياخذ وقته كامل، فريقه فايز 3-1. هدف ألغي بداعي التسلل. عبد الكريم حسن وتوصل إلى جمعة سعيد، وبيشيلها من أمام عثمان حسن، من أمام جمعة سعيد بيطلعها إلى رمية التماس. نجاح لهذا المدرب، نجاح لمحمد المشعان مدرب الجهرة والنصر سابقا. يعني عنده معرفة في الكرة الكويتية، واجه نادي النصر وهو كان مدربهم السابق وهزمهم 3-0، واجه فريق الجهرة وهو كان مدربهم سابقا وفاز عليه بالثلاثة. يعني شغال حتى الآن المشعان بالثلاثة، شغال بالثلاثة على النصر فريق السابق 3-0، وعلى الجهرة أيضا فريق السابق اللي دربه 3-1. باقي الفحيحيل، ما درب الفحيحيل، لا ما راح صوب الفحيحيل، المشعان ما راح صوب الفحيحيل، قادسية راح الكويت في الجهاز الفني. نعم كرة بتنقل، توصل إلى عبد العزيز الرسام ناحية عبيد رافع، ينقلها ناحية اليمين، تمريرة مو بمحلها تروح لنادي السالمية. الوقت يمر والمرور للدقيقة 82 من عمر المباراة. كرة توصل إلى سانكبير عدي، لعب الكرة الطويلة من جانب عدي ناحية ريفاز، وعبد الكريم حسن يراقبه ومو معطي فرصة إنه ياخذ المساحة الفاضية ويعدي ويطلعها بمبدأ السلامة. عبد الكريم رمية تماس، رمية جانبية لمصلحة السالمية، تتنفذ الرمية الجانبية الآن وعبد الكريم بيخلصها بمبدأ السلامة. برافو عبد الكريم، كرة مع الآن طالت إلى سانكبير بيلعب، راحت إلى جمعة ويدخل بن صعنون، بدر الصعنون يطلعها بمبدأ الحيطة والحذر ومنع الخطر. برافو صعنون بمهارة الليبرو، بمهارة المدافع الليبرو، بيطلع بالمرمى وبيخلص الكرة إلى رمية تماس. الوضعية صعبة، فريق نادي
السالميه يبدو لي ماشي باستراتيجيه استهلاك الوقت القانوني، يموت اللعب باسلوبه وبطريقته باوامر من محمد المشعان لاستنزاف في وقت المباراه، لانه هو يقدم مباراه جيده، خاصه ان هذه المباراه تسبق العاصفه، مباراه تسبق العاصفه، تسبق مباراه امام الكويت، لذلك يحاول انه يطلع باقل مجهود، باقل مجهود. بينما نادي الجهرة عنده مباراة على الورق أسهل من نادي الكويت أمام الفحيحيل، ولو أنه ما في مباراة الآن ضعيفة ومباراة قوية. كرة ملعوبة بتلعب، الله كرة ضاعت، كرة ضاعت وبتطلع إلى برا ملعب، إلى ركلة ركنية، هذا ليما المرة الثانية، وكان ممكن يحط هاتريك في المباراة، كان ممكن يهتركها وبنفس الطريقة بالكرات العرضية. كرة بتنقل تطلع إلى برا الملعب، رمية تماس، رمية جانبية. شوط المباراة الثاني، الإثارة معكم وبكم أيها الأحبة المتابعين في كل مكان عبر الرياضية الكويتية، تشاهدون المتعة، الإثارة، المباراة الهامة ما بين فريق نادي السالمية في داره وبين أنصاره، يحقق الأهداف الثلاثة ويفوز بثلاثة مقابل هدف. كرة بتنقل وبتنشال وبتطلع إلى برا الملعب من خالد وليد، ما طلعت الى ابودو، عبيد رافع، عبيد بيلعبها الان من اليمين لليسار الى عبد الكريم حسن، عبد الكريم بيعلي الان براس، الله بالمقاس يا عبد الكريم، بالمقاس يا عبد الكريم بالمقاس، تمريره ذكيه وراحت لعثمان، شوف 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 شلون عبرها فوق المدافعين، راحت بالمقاس، الله، تمريره مليمتريه، تمريرة مليمترية بنظرة ثاقبة من عبد الكريم، ولكن عثمان ما اختار الزاوية بشكل سليم، توصل الكرة إلى عدي، منقولة مرة ثانية، بيلعبها في وسط الميدان، تنقل وبيحولها إلى الجهة اليمنى، علي نادر، علي بيسلم إلى سانجبير مرة ثانية، تناقل بالكرات إلى فواز العتيبي، يلعبها إلى ريفاز، يا سلام، شوف سيطرة على الكرة، شوف شلون يسيطر على وقت المباراة وعلى أداء فريق نادي السالمية. بيحول الكرة الآن ناحية اليسار من فهد المجمد، تنقل وتعود سلماوية، علي نادر بيسلم الكرة بشكل جيد إلى فواز، فواز وريفاز رايح، ريفاز متقدم، طالت من ريفاز، راحت بقدم الثابتة، تنقل مرة ثانية لعبيد رافع، عبيد رافع بيحاول يمر، بيسلم ناحية اليمين إلى عبد العزيز رسام، عبد العزيز الكرة معاه، بيطلع في الجملة الهجومية ناحية اليمين، بيغير أسلوبه، بيتقدم، عودي طالع له، عودي بيضايقه، لكن يلف ويدور، ترجع لعودي، تبيه الكرة وياخذ فاول على عودي، ضربة حرة، خلاص 4 دقائق متبقية على نهاية الوقت الرسمي. لاحظ عدي خلص الكرة من اللاعب معاذ العنزي اللي اشترك في شوط المباراة الثاني، عبد الهادي خميس بيدخل مكان فواز العتيبي، مهاجم راح يشترك مكان فواز العتيبي، تبديل تكتيكي راح نشوف، عبد الهادي خميس يشترك بأوامر من محمد المشعان، عبد الهادي لاعب مهاري ولاعب ممكن يحتفظ بالكرة، تنقل الكرة إلى عدي، بيحاول بالراس بيلعبها وبتنقل ناحية عبد الهادي، ترجع إلى عبد الهادي خميس، في شد بالقميص عبد الهادي، بتروح إلى عبد الهادي وحكم المباراة، لها حكم وقف اللعبة، المفروض ما يوقفها، ولكن أعتقد تحسف حكم المباراة، لو تلاحظونها بالإعادة شوف الحكم صفر وندم إنه صفر، لأن يعني عاتب نفسه بطريقته، شوف الحكم، لاحظوا الحكم باللقطة هذه، هذه هجمة عكسية مرتدة، المفروض يمشيها، لكن ما طلعت صورة الحكم، لكن الحكم يعني تحسف إنه صفر، كان المفروض يمشيها، لكن ما توقع إن الكرة راح تمشي مع عبد الهادي خميس. عموما فاول عدي الصيفي، بيلعبها الى جمعه سعيد، محاصر بين اثنين من اللاعبين، يضطر انه يتراجع في رايه وتسلل،
خلاص دقيقة ونص على نهاية الوقت الرسمي من أحداث شوط المباراة الثاني. نقدر نقول مبروك لفريق نادي السالمية النقاط الأثمن خلال هذا الموسم، أثمن 3 نقاط على الإطلاق بيجنيها من الجهرة هنا في ملعب استاد ثامر، والجهرة ما زال لديه الأمل في المباراة الأخيرة اللي راح تكون كلها الساعة 5، كل المباريات الخمس الساعة 5 في ملاعب مختلفة، مباريات الجولة الحاسمة الجولة الأخيرة. طبعا بعد مباراة الكويت والنصر راح تكون آخر مباريات هذه الجولة، الجولة 18 السالمية والكويت، القادسية والعربي، شوف المباريات الكاظمة والساحل، جهرة والفيحيل، التضامن والنصر في ملاعب مختلفة. سالمية وكاظمة راح تلعب نفس الملعب هذا، قادسية والعربي استاذ محمد الحمد، كاظمة وسالمية استاذ الصدقة، واستلام الجهرة والفيحيل في ملعب مبارك العيار بالجهرة، التضامن والنصر في ملعب استاد نادي الكويت. كرة بتنقل إلى عبد العزيز الرسام، كل مباريات الجولة الأخيرة الساعة 5. عاد اختار لك مباراة، نقلك مباراة، اللي بيشوف القادسية والعربي، اللي بيشوف السالمية وكاظمة، عفوا سالمية والكويت، كاظمة والساحل. 5 دقائق وقت بديل للمهدور، خلاص دخلنا بالخمس دقائق الأخيرة، تسجيل 2 في 5 دقائق للجهرة حلم يتمناه ويسعى إليه عبد الكريم حسن، بيلعب الكرة لكن توصل إلى عدي ناحية عثمان، عثمان إلى الرسام، بيلعب الكرة العرضية بالراس يحاول فيها، الكرة توصل بعد ذلك إلى عذبي شاب، تنقل الكرة إلى الجهة اليسرى، منقولة ناحية سانج بير، بيسلم تسليم جيد إلى جمعة سعيد، جمعة يحتاج السرعة، جمعة يحتاج السرعة، الكرة معاه، جمعة بيحاول مور، الكرة ما زالت معاه، بجمعة بيحضر إلى عبد الهادي خميس، طالت من عبد الهادي، الكرة معاه ترجع له مرة ثانية، بيحاول عبد الهادي، بيحاول لكن بيسلم توصل إلى جمعة سعيد، جمعة الكرة معاه، بيحاول يستحوذ على الكرة، بيحاول يمر، بيحاول يوتر لاعبين الجهرة، الكرة بتنقل ومرة ثانية جمعة، لكن راحت من جمعة، الخوف من العكسيات، لا 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 لا، تمريرة ما راحت لصاحبها، تنقل مرة ثانية لفريق نادي السالمية. السالمية يسيطر على المباراة، يسيطر على الكرة، بيلعبها الآن إلى عبد الهادي، بينقلها إلى سانج بير، انطلاقة سلموية، محاولين للرابع، الرابع الرابع الرابع، الكرة معاه لكن لعبها إلى عبد الهادي خميس، يتراجع عبد الهادي، يتراجع وهذا خطأ برأيي، حاول تروح للمرمى، كرة منقولة بتمر، بتوصل إلى الدفاع علي نادر، تتسلم الكرة إلى الجهة اليسرى إلى ريفاز، هدله، نلعب على بعد 3 دقائق من نهاية الوقت بدل المهدور. كرة بتلعب ناحية اليسار، عدي الصيفي بيمرر لكن يحتضنها عبد الكريم حسن بصدره وبيسيطر عليها، ترجع مرة ثانية للقطري عبد الكريم، وفي صفارة بوجود خطأ لمصلحة الجهرة، فاول لمصلحة الجهرة، سلامات لاعب نادي الجهرة طايح في أرض الملعب محمد باجية. طبعا أي إصابة للاعب فريقه خسران يعني تكون إصابة مؤثرة، يعني الوقت مو من صالح أنه يعطل اللعب. محمد باجية لاعب منتخب الكويت، كان حاضر في خليجي 25، عنده هدف في شباك النصر في الدوري، هذا جمعة سعيد ألغي هدفه بداعي التسلل في كرة ذهب فيها إلى الفار، وهذا نجم نادي السالمية القادم من النصر في الجهاز الفني، بيحقق في ثاني مباراة 3 أهداف، يحسب للمدرب اللي هو محمد المشعان، سلامات لمحمد باجية، ما زال طايح في أرضية الملعب واللعب متوقف منذ الدقيقة 93. عبد الله عرب
شوط المباراة الثانية أيها الأحبة. وهذا محمد إبراهيم جالس في المدرجات لوحده يتابع المباراة ويشاهد فريقه السابق، وبالتالي أكيد هو سعيد بما وصل له نادي السالمية. وهذا سندونيفسكي السلوفيني أكيد حزين على أداء فريقه، وليد عام 63 يستلم الجهرة من ديسمبر الماضي، كان في المراحل السنية في نادي الجهرة وأيضا في الهلال في السعودية والشباب، وأيضا درب بيروزي الإيراني وكوبر السلوفيني، أيضا حارس مرمى السالمية طايح في أرض ملعب عبد الرحمن الفضلي. سلامات لعبد الرحمن، يحاول يساعده عثمان لاعب فريق نادي الجهرة. عموما يقوم باستلامة محمد باجية، ولكن حارس المرمى اللي هو عبد الرحمن، طبعا حارس هو اللاعب الوحيد اللي ينبغي أن يكون علاجه داخل أرض الملعب. عبد الرحمن الفضلي سبق أنه ارتدى شعار منتخب الكويت الأولمبي، المشعان قائد حملة النهوض لفريق نادي السالمية في مباراة أكيد بدأ يفكر في لقاء القادم أمام العميد اللي راح تكون هي المحك الحقيقي لنادي السالمية في أهم مباراة من حيث القوة في الموسم، عندما يواجه محمد المشعان فريق نادي الكويت متصدر الترتيب ب 31 نقطة، وممكن يوصل إلى 34 إذا فاز على النصر في مباراته اللي راح تلعب بعد هذه المباراة. الوقت البديل انتهى، وراح نلعب بالوقت البديل للبديل، لأن سقوط محمد باجية من الجهرة وأيضا حارس المرمى عبد الرحمن الفضلي يبدو لي دقيقتين إضافيتين على 95 راح يعني تنتهي ممكن 97 أو 98 على حسب ما يرى حكم المباراة عبد الله عرب. مناسب، ضربة حرة جهراوية في منتصف ملعب السالمية. مباراة القادمة مواجهة السالمية والمشعان لعاشور البحريني مدرب الكويت. عبد الكريم حسن بيلعب الكرة بتصطدم في الحيطة وتعود إلى جمعة سعيد، هجمة عكسية مرتدة يقودها خميس اللي نزل ويلعبها إلى ريفاز. ريفاز بيحاول يلعبها نفسه بالكعب بشكل جيد وبيسلم وحطها، وين 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 كان ممكن ينهي المباراة، كان ممكن ينهي المباراة عذبي إشهاب ويخلصها خلاص خلاص، لكن طلعها وين برا، بيسدد كرة بالهواء بيضيع فرصة عطاها جمعة سعيد، الكرة بتنقل وأقرب إلى حارس المرمى عبد الرحمن الفضلي، أقرب إلى عبد الرحمن الفضلي بيلعبها إلى عودي الصيفي. شوف الإعادة، شوف 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 الحارس طلع من مرمى، ريفاز كعبها لنفسه وسلمها إلى عذبي، ولكن عذبي شوية تركيز يا عذبي، فرصة مثل هذه المفروض ما تضيع، مثل هذه المفروض ما تضيع أبدا. كرة بتلعب إلى الجهة اليسرى علي نادر، علي نادر وبتطلع من أمام عثمان أو عبد الهادي، عبد الهادي الخميس، عبد الهادي خميس، في تبديل للجهرة، تبديل إجباري، دخول اللاعب فهد سعد، هذا اللاعب هداف تحت 21 سنة، فهد سعد اللي اشترك ملقب بيرينجو يشترك، لكن أعتقد أن الوقت خلاص. تنقل الآن لعبد الكريم حسن بيسلم الكرة الآن بشكل جيد، إنما بالطول وتطلع من أمام أبودو إلى ضربة ركنية، ضربة ركنية لمصلحة فريق نادي الجهرة. وصلنا الدقيقة 98
عبد العزيز مروي راح ينفذ الضربة الركنية. نتيجة 3-1. أعتقد خلاص صعب أن يكون في تعديل. تلعب بالرأس عبد الكريم حسن وبيشيلها عذبي وبتنقل عكسية لما ريفاز مستلم ريفاز وثلاثة ضد اثنين في هذه الكرة. بيحاول الحارس متقدم ويحطها وجول. ريفاز خلص المباراة بالدقيقة 99 بيسجل هدف على حارس المرمى اللي كان تارك المرمى متقدم في اللعبة الأخيرة. وريفاز بيسجل الهدف الرابع في المباراة وتصبح نتيجة 4-1 مع الكابتن محمد المشعان. كاروس ريفاس بدقيقة 99 أنهى المباراة خلاص. وحكم اللقاء طبعا ينتظر الفار إذا في شيء. شوف ما في حارس, في اثنين لكن عداها والمرمى فاضي, ما في إلا حارس مدافعين. لا يمكن التعامل طبعا, مو مثل حارس المرمى. حاول حتى يمسكها اللي هو مساعد اطراد في اتجاه للفار. حكم المباراة, هل كان في خطأ في البداية على ريفاز؟ إذا كان في خطأ يلغي الهدف. ريفاز معناته وصفر. سيداتي أنساتي سادتي, حكم المباراة معلن نهاية أحداث هذا اللقاء بفوز فريق نادي السالمية ب3 أهداف مقابل هدف بعد إلغاء الهدف لكارلوس ريفاز بداعي ارتكاب خطأ أثناء انطلاقته وخطفه للكرة اللي انفرد في المرمى بالدقيقة 99. مباراة حقيقة فيها أهداف ألغيت بداعي أيضا الرجوع للفار. ونقول هاردك لنادي الجهرة, الأمل ما زال في المباراة الأخيرة أمام الفحيحيل. أيها الأحبة, نبارك لنادي السالمية ولهذا المدرب القادم في ثاني مباراة له بعد استلام زمام الأمور من الجنرال محمد إبراهيم. يحقق ثلاثيات, 3 على فريق سابق النصر و3 على فريق السابق كذلك الجهرة 3-1. أشكركم أيها الأحبة على التفضل بالمتابعة, على أمل أن نلتقي بكم في مباريات أخرى قادمة. نعود الآن بالاستديو التحليلي إلى الزميل الدكتور عبدالله الأنصاري وإلى ضيوف المحللين محمد الفلشاوي وفهد الأنصاري, ولدينا أيضا الخبير التحكيمي مشعل العسعوسي. تفضل إليك الكلمة. شكرا للزميل عبد الناصر السهلي. إذن مشاهدينا الكرام, ثلاثية أخرى للدكتور محمد المشعان في ثاني مواجهاته أو في ثاني المباريات له مع فريق الجديد فريق السالمية. السالمية بعد هذا الفوز صعد إلى المركز السادس وهو مؤقتا المركز المؤهل للعب في دوري 6 الكبار. فوز مهم لفريق السالمية على الجهرة ب3 أهداف مقابل هدف. السالمية رد لوضع الطبيعي, السالمية بالمنطقة الآمنة لحد الآن. السالمية قدر يفوز على الجهرة في مباراة مصيرية. نفس ما قلنا, السالمية قاعد يحاول ويقاتل إلى آخر لحظة على الأقل ينال شرف المحاولة حتى ولو انه ما صعد من 6. نعم ينتظر نتيجته المباراة القادمة ضد نادي الكويت, وينتظر نتيجة ايضا الجهرة مع الفيحيل في المباراة القادمة. لكن كمستوى اليوم نعم استحقها النقاط 3 بجدارة واستحقاق. اداء على مدار الشوطين كان الافضل والاحق من نادي الجهرة, فنقول لهم مبروك نادي السالمية, هاردك نادي الجهرة. هذا بالنسبة لنادي السالمية. بالنسبة لنادي الجهرة محمد, قبل جولتين كان نوعا ما الجهرة بمأمن من الهبوط للعب بدوري الأربعة, لكن الجهرة حاليا بعد هذه الجولة وبعد هذه المباراة تحديدا بالمركز السابع. والله شوف, الدوري من البداية إلى هذه الجولة وهذه المباراة ما كان في أمان. من يعتقد أن هو في منطقة آمنة من خاصة في دوري الستة, هذا ما كان يعمل. هذا تصريح المنسق الإعلامي في برنامج بالسنتر, ذكر أن احنا في مأمن من الهبوط أو اللعب في دوري الأربعة, خصوصا بعد أيضا خصم النقاط محمد في مباراة التضامن. أنا أختلف مع هذا التصريح, لأن هذا التصريح غير
يعني غير صحيح. انت اليوم معرض للهبوط، معرض انك تلعب في دور الاربعه للهبوط. اليوم المباراه القادمه لو تخسر انت رسميا من الاربعه اللي معرضين للهبوط. اذا كان يفكر في الاربعه اني انا نقاطي جيده، هذا ايضا كلام غير صحيح. ما هو هذا، ما هو نادي الجهرة اللي بدا بدايه جيده وتكلمنا واشدنا في نادي الجهرة فنيا كان يقدم مستويات صحيح. جدا افضل من كذي، ما كان بهذه الصوره. نادي الجهرة قدم مستويات وكان مركز ممتاز وكان ممكن ينافس على الثلاث مراكز الاولى. نادي الجهرة بدايته صحيح. جدا ممتازه. شنو هذا الهبوط؟ لحد مباراة العربي الجهرة كان يظهر بصورة مميزة، بعد مباراة العربي ثلاث مباريات رغم فوزها على العربي، بعد مباراة العربي تغير الجهرة، تغير الجهرة كأنه ما بعد فوزه على العربي أني أنا ضمنت البقاء في دوري الستة. وهذا العمل ما هو صحيح ذهنيا ولا هو فنيا ولا حتى إداريا. نبارك مرة أخرى للسالمية هذا الفوز، هارد لك لنادي الجهرة. نطوي صفحة هذه المباراة ونفتح صفحة المباراة الأخيرة في منافسات الجولة 17 لدوري زين الممتاز، الكويت والنصر. البداية في هذا التقرير.